حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ معاكم الدكتور أشرف البرعي. تعالى كده نشوف ايه حكاية الفسيولوجي اللي بيتكلموا عنها دي. بيقول لك الفسيولوجي، مبدئيا كده من كلمة من اسمها كده، تعال نقسم اسمها، بيقول لك فسيولوجي. اولوجي ديت انا عارف دي سهلة، دي اولوجي معناها علم، تمام؟ اولوجي يعني علم. طب ايه الفسيو دي بقى؟ فيسيو دي معناها يا شباب وظائف الأعضاء، معناها إيه؟ وظائف الأعضاء. إذن الفسيولوجي ده يا شباب هو علم وظائف الأعضاء، الفسيولوجي هو علم وظائف الأعضاء، إذن بيدرس كل عضو وبيشوف وظيفته إيه؟ زي مثلا الأناتومي، يعني بيقول لك مكان كل حاجة فين؟ طب هنا بقى بشوف إيه؟ هنا في الفسيولوجي بشوف علم وظائف الاعضاء، بشوف كل عضو وظيفته ايه داخل جسم الانسان. اول حاجه بنتعرض لها في الفسيولوجي بيقول لك عندي حاجه اسمها الهيومن بودي، والهيومن بودي، بودي يعني جسم، هيومن يعني انسان، فهيومن بودي اللي هو جسم ايه؟ جسم الانسان. انا بترجم كده عشان احنا لسه في سنه اولى بالراحه، ومعلش اول محاضرتين بس كده بنترجم، نمشي الدنيا سهل خالص كده ايه مع بعض. هيومن بودي اللي هو جسم الانسان، ده جسم الانسان يا شباب. مما يتكون جسم الانسان اللي قدامك ده؟ جسم الانسان ده لو بصيت له هتقول لي ده ممكن يتكون من انظمه. يعني ايه انظمه؟ يعني الاقي هنا مثلا كده ده الجهاز بتاع القلب مثلا، الاقي هنا الرئتين، الجهاز التنفسي، الاقي هنا مثلا كده المعده والامعاء والفم، الجهاز الهضمي، تمام؟ فمما يتكون جسم الانسان بيتكون من انظمه. اقولها ازاي بالانجلش؟ اقولها سيستمز. يبقى اول حاجه عندي السيستمز اللي هي ايه؟ الانظمه. يبقى بيتكون جسم الانسان من سيستمز، سيستمز اللي هي ايه؟ الانظمه. طيب الأنظمة دي يا دكتور بتتكون من إيه يا كمان؟ يعني وليكن الجهاز الهضمي، مش الجهاز الهضمي كان فيه فم، بعدين نزل لقى مش عارفة إيه بلعوم ومريء، وبعدين لقى معدة، لقى أمعاء دقيقة وأمعاء غليظة والكلام ده كله. لو جيت أقول مثلا المعدة، المعدة دي تمثل إيه؟ قال لي تمثل عضو من النظام. إذا بتمثل حاجة اسمها إيه؟ عضو. إذا السيستمز الأنظمة تتكون من عضو وعضو وعضو اللي هي الأعضاء، الأعضاء دي بسميها أورجانز. يبقى السيستمز دلوقتي بتتكون من إيه؟ بتتكون من أورجانز اللي هي عضو الأعضاء. طيب لو جيت بصيت على المعدة اللي هي الاستومك، المعدة، المعدة ديت عضو، تتكون من إيه بقى المعدة؟ قال لي بتتكون من أنسجة. بتتكون من إيه يا شباب؟ أنسجة. الأنسجة دي بسميها تيشوز. بتتكون من أنسجة يعني بسميها إيه؟ تيشوز. فالأعضاء بعد كده بتتكون من إيه؟ بتتكون من أنسجة. طب هذه الأنسجة يا شباب مما يتكون النسيج؟ قال لي بيتكون من خلايا. النسيج ده بيتكون من إيه؟ قال لي بيتكون من خلايا اللي بسميها سيلز. يبقى انا عندي الهيومن بودي بيتكون من ايه؟ هتقول لي بيتكون من سيستمز، انظمه. السيستمز دي بتتكون من اورجانز، اعضاء. الاعضاء دي بتتكون من تيشوز، انسجه. التيشوز دي بتتكون من سيلز، خلايا. يبقى تاني اخر مره بنقولها، جسم الانسان الهيومن بودي مما يتكون، قول معايا سيستمز، سيستمز، سيستمز تتكون من اورجانز، الاورجانز تيشوز، التيشوز سيلز. يبقى انظمه، اعضاء، انسجه، خلايا، سيستمز، اورجانز، تيشو، سيلز. تمام كده يا شباب؟ طيب مين اصغر حاجه او اصغر وحده انت شفتها دلوقتي؟ هتقول لي اصغر وحده انا شفتها اللي هي السيلز، الخليه. يبقى الخلية دي أصغر حاجة خالص. طب فاكر البايو؟ فاكر إيه أصغر حاجة مثلا في الكربوهيدرات؟ كان المونوساكرايد اللي هو صغير ده، ممكن يمسك في إيه؟
في مونوساكرايد كتير عشان يكون بولي ساكرايد كبير، صح؟ جزيئات سكر كتيرة، صح كده؟ طيب هنا برضو الخلايا هي أصغر حاجة، الخلايا ديت هي اللي بتبتدي تتكون وتلزق في خلية تانية وتلزق في خلية تانية عشان تكون تشو، بعدين التشو مع تشو يكون أورجانز، مجموعة أورجانز مع بعض تكون سيستم، صح؟ إذا إيه هي الأساس اللي عندي اللي بتكون منه كل حاجة؟ إيه هي الطوبة اللي ببتدي منها أبني البيت كله؟ قال لي الطوبة دي هي السيلز أو الخلية، تمام؟ يبقى الطوبة اللي ببني منها جسم الإنسان هي مين يا شباب؟ السيلز. عشان دي بتيجي في السؤال الام سي كيو، يسألك عن مين الوحدة الأساسية في تركيب الإنسان، بختار سيل ولا تيشو ولا أورجان ولا إيه؟ لا بختار سيل. الوحدة الأساسية في تركيب جسم الإنسان، أصغر وحدة خالص بتدخل في تركيب الجسم هي الخلية، تمام يا شباب؟ طيب تعالى كده نشوف السيل ونتكلم عن الخلية شوية بقى. طيب مبدئيا كده تعالى أكلمك عن ديفينيشن، تعريف الخلية. تعريف الخلية ده يا شباب سهل خالص، هقول له هي الوحدة الأساسية. يعني إيه الوحدة الأساسية؟ يعني البيزك يونت. البيزك إيه؟ البيزك يونت، يونت يعني وحدة، وبيزك يعني أساسية. فالبيزك يونت يعني إيه؟ الوحدة الأساسية. طيب السيل هي الوحدة الأساسية اللي إيه؟ قال لي هي الوحدة الأساسية للاستراكشر اند فانكشن. طيب يعني ايه بقى استراكشر اند فانكشن؟ استراكشر ده يعني التركيب، طب وفانكشن يعني الوظيفه. طيب تعال بقى كده نفسر التعريف. يبقى انا كده قلت التعريف، تعريف الخليه بيزك يونت اوف ستراكشر اند فانكشن. تعريف الخليه بيزك يونت اوف ستراكشر اوف اند فانكشن. طيب بيزك يونت الوحده الاساسيه في ايه؟ في الاستراكشر اللي هو التركيب، تمام، والفانكشن اللي هي الوظيفه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي والله العضو معين بيؤدي وظيفه معينه، هو ايه اصلا اللي مكون العضو ده؟ ما هي الخليه. إذا الخلية هي البيزك، هي الأساس علشان تؤدي الوظيفة، صح؟ طيب كذلك الاستراكشر، ما أنا لما أشوف مثلا الاستومك، ما هي الاستومك دي بتتكون من إيه؟ الاستومك دي اللي هي المعدة، المعدة ديت عضو، عضو يبقى بيتكون من إيه؟ من أنسجة، والأنسجة بتتكون من إيه؟ من خلايا. إذا اللي دخل في التركيب هي الخلايا، إذا الخلايا هي اللي بتدخل في التركيب الاستراكشر كمان. يبقى تعريف الخلية ام سي كيو، سؤال بيجي دايما في الام سي كيو، بيجي ازاي يا دكتور اشرف؟ بيجي في الام سي كيو يدي لك التعريف ده كده وانت تختار، يقول لك في السؤال هما كلمتين كده بيزك يونت اوف ستراكشر اند فانكشن، بيزك يونت اوف ستراكشر اند فانكشن، اختار ايه؟ اختار السيل اللي هي الخلية. طيب خلي بالك بقى الخلية يا شباب ممكن تبقى موجودة الخلية ديت في حاجة اسمها الايوكاريوت، تمام، او حاجة اسمها البروكاريوت. الايوكاريوتيك سيل قال لي دي خلية، كلمة ايو حقيقيات النواة، حقيقيات النواة. طب لما اقول حقيقيات النواة معناها ان هي تحتوي على نيوكليوس. نيوكليوس يعني ايه؟ يعني نواة، يعني دي فيها نواة. طيب البروكاريوت قال لي دي بيقولوا عليها اوليات او بدائيات، اوليات او بدائيات النواة، ودي يا شباب لا تحتوي على نيوكليوس، نو نيوكليوس، يعني لا تحتوي على نواة. يبقى مين اللي عنده النواة؟ اللي عنده النواة دي حقيقيات النواة.
تمام، يبقى انا عندي الخليه موجوده في الاثنين، كل دي او ده في خليه، بس الايوكاريوت حقيقيات النواه دي تحتوي على نيوكليوس، تمام. ودي زي بالظبط اكيد احنا عندنا نواه الانسان، صح؟ فقال لك دي زي مثلا الانيمالز او الهيومن بودي، تمام. قول لي زي الهيومن بودي، تمام. طيب انما البروكاريوت اوليات النواه، لا ده اللي ما عندهمش نواه دول، دي زي البكتيريا يا شباب، دي زي ايه؟ دي زي البكتيريا. يبقى انا عندي الايوكاريوتيك دول حقيقيات النواه، تمام، دي او دي في خليه، بس الخليه اللي تحتوي على نواه اللي هي مين؟ اللي هي اللي فيها النيوكلوس، اللي هي في الهيومن بودي عندنا. انما البروكاريوت اوليات النواه، يعني نو نيوكليوس، لا نواه، مفيش نواه. طيب بتوجد فين الكلام ده؟ الكلام ده في البكتيريا، تمام. اهم حاجه اخدتها لحد دلوقتي التعريف ده اهو، ام سي كيو، واكتب في الورق بتاعي كده وانت بتذاكر عليه ام سي كيو، البيزك يونت اوف ستراكشر اند فانكشن. بفكرك تاني هتقول لي السيل الخليه. طيب تعالى بقى كده نشوف الخليه دي، بيقول لك فورمد اوف ايه، يعني مما تتكون الخليه دي. الخليه اهي بيقول لك سيل فورمد اوف، يعني تتكون من. الخليه دي هتتكون من ايه؟ قال لي قدامي الخليه اهي، رسمتها لك. الخليه دي يا شباب بتتكون من بره كده كده كده، الابيض ده، ده بيسموه يا شباب سيل ممبرين. يبقى اللي بالابيض الجدار ده بسميه سيل ممبرين. يعني ايه سيل ممبرين؟ ممبرين يعني جدار، وسيل يعني خليه، فسيل ممبرين يعني جدار الخليه. طيب له اسم تاني؟ قال لك ساعات بيسموا السيل ممبرين ده اهو، بيسموه بلازما ممبرين. يبقى تشوف كلمه سيل ممبرين هي تساوي برضو بلازما ممبرين، يبقى السيل ممبرين تساوي كلمة بلازما ممبرين. حلو كده يا شباب؟ طيب قال لك ده السيل ممبرين، ده أول حاجة قلناها في تركيب الخلية. طب الحاجة التانية اللي في الخلية إيه؟ قال لي الحاجة التانية اللي في الخلية الأورجانيلز، رقم اتنين الأورجانيلز. يبقى رقم واحد كان سيل ممبرين او اللي سميناه بلازما ممبرين، رقم اتنين الاورجانيلز. ايه هي الاورجانيلز؟ قال لي الاورجانيلز ديت اللي بيسموها عضيات الخلية. يعني ايه عضيات الخلية؟ يعني محتويات الخلية. ايه اللي موجود داخل الخلية دي؟ موجود في ايه؟ في حاجة اسمها ميتوكوندريا، في حاجة اسمها ريبوسومات، دي كلها بسميها عضيات الخلية اللي هي الأورجانيلز. طيب أهم عضيات عايزك تبقى عارفها، طبعا في عضيات كتير داخل الخلية، أهم حاجة عايزك تبقى عارفها، أول حاجة دي كده يا شباب، ديت اللي أنا راسمها بالأزرق دي، دي كده النواة اللي أنت شايفها قدامك دي، دي كده النواة، بسميها نيوكليوس. بسميها ايه؟ نيوكليوس. طب يعني ايه نيوكليوس؟ يعني النواة. طيب عايزك تبقى عارف وظيفة النواة ديت ايه؟ هتقول لي وظيفتها السيل ديفيجن. يعني ايه السيل ديفيجن؟ يعني انقسام الخلية. طبعا واللي درس جيناتكس اخد الدرس ده بالتفصيل، تمام. يبقى دي اول حاجه النواه وظيفتها السيل ديفيجن. طيب الحاجه الثانيه اللي عندي، عندي العضو اللي بالاصفر ده، ده الميتوكوندريا. اسمها ايه؟ الميتو، قسم الكلمه كده، ميتوكوندريا. طيب الميتوكوندريا دي وظيفتها ايه يا دكتور؟ قال لي الميتوكوندريا دي وظيفتها الفلوس، الطاقة، هي اللي بتدي الطاقة للخلية، فوظيفتها
قال لي انرجي، وظيفتها ان هي تدي ايه؟ وظيفتها ان هي تدي الطاقة، انرجي يعني طاقة، فوظيفتها انرجي برودكشن يعني انتاج الطاقة. طيب في ايه كمان ابقى عارفه؟ اللي بالاخضر ده، النقط اللي بالاخضر دي، قال لك النقط اللي بالاخضر دي ديت الريبوسومات، بسميها ريبوزوم، بسميها ريبوزوم. طيب الريبوزوم اعرف وظيفتها ان هي بتدخل في تصنيع البروتين، بتدخل في البروتين سينسز، بروتين سينسز يعني تصنيع البروتين. تمام يا شباب؟ يبقى ديت دلوقتي اخدت ان انا عندي سيل ممبرين، الجدار بتاع الخليه، وخدت الاورجانيلز اللي هي عضيات الخليه. قلت لك في عندي اللي بالازرق دي النيوكليوس، النواه مسؤوله عن السيل ديفيجن، انقسام الخليه، وعندي الميتوكوندريا دي مسؤوله عن انتاج الانرجي الطاقه، وعندي الريبوسومز دي مسؤوله عن البروتين سينسز تصنيع البروتين. طيب عندي بقى الجدار اللي بره السيل ممبرين، تعال نتكلم عنه زي ما اتكلمنا عن الاورجانيلز، نتكلم عن السيل ممبرين. قال لي السيل ممبرين، احفظ لي عليه كلمتين بحرف الاس، احفظ كلمتين بحرف الاس. الكلمه الاولانيه هو سيمي بيرميابل، سيمي بيرميابل. طيب سيمي يعني نص نص، عكس كومبليت يعني كامل، صح؟ فكلمة سيمي يعني ايه نص نص. طب بيرميابل ديت يعني ايه؟ بيرميابل قصده على ان المواد اللي بتعدي يا شباب من داخل الخلية الى بره، او من بره الخلية الى ايه؟ الى جوه. قال لك الجدار السيل ممبرين ده سيمي بيرميبل، بيرميبل يعني بيعدي. طب سيمي يعني ايه؟ يعني نص نص، يعني هو مش سايب الدنيا كده ان اي مادة تدخل، وفي نفس الوقت ما هوش قافل على الخلية خالص، ما هوش قافل عليها ان ما فيش ممنوع حاجة تدخل خالص. ده هو ايه؟ سيمي بيرميبل، نص نص بمزاجه. في مواد ينفع تدخل، وفي مواد ينفع تخرج، وفي مواد ما ينفعش تدخل ولا تخرج. تمام؟ يبقى دلوقتي الخلية يا شباب سيمي بيرميابل. تمام؟ طيب الكلمة التانية بحرف الاس اسمها ايه؟ قال لي سيلكتيف كوميونيكيشن، سيلكتيف كوميونيكيشن دي تي، سيلكتيف كوميونيكيشن. طب يعني ايه سيلكتيف؟ يعني اختياري مش اجباري، يعني بمزاجه. طب يعني ايه كوميونيكيشن؟ تواصل. فيقول لك تواصل اختياري، يقصد بيه تواصل بمزاجه. تمام؟ يعني اللي هو عايزه بيعمله. طب التواصل ده بين مين ومين؟ قال لك التواصل ده بتوين، العلامة دي لما اعملها لك، العلامة دي اسمها كده بتوين، بدل ما اقعد كل شوية اكتب لك بتوين، العلامة دي بتوين يعني بين. تمام؟ طيب قال لك هو سيلكتيف كوميونيكيشن بتوين ايه؟ قال لي بتوين يعني بين حاجتين، ما بين السائل اللي داخل الخلية وبين السائل اللي بره، اللي هنا كده اللي بره الخلية. يبقى الجدار ده يا شباب سيلكتيف كوميونيكيشن بيعمل تواصل بين مين؟ بين السائل اللي جوه الفلويد اللي هنا والفلويد اللي هنا، بين الفلويد اللي جوه الخليه والفلويد اللي خارج الخليه. طيب هو الفلويد اللي داخل الخليه اسمه ايه؟ والفلويد اللي خارج الخليه اسمه ايه؟ تعالى كده نشوفها فين اهو. تعالى كده اشرح لك الاسم وارجع تاني. عندي حاجة اسمها انترا سيلولار فلويد، انترا سيلولار فلويد. تمام؟ فلويد يعني ايه؟ فلويد يعني سائل،
وسيلولار يعني خلية، وانترا يعني جوه. فانترا سيلولار فلويد دي معناها جوه الخلية او داخل الخلية. طيب في اكسترا سيلولار فلويد برضو فلويد يعني سائل. طب وسيلولار خلية. طب واكسترا بقى يعني خارج. يبقى اكسترا سيلولار فلويد يعني ده ايه؟ ده سائل خارج الخلية. يبقى كلمة انترا سيلولار فلويد تبقى سائل جوه الخلية. اختصارها ايه؟ اختصارها الحروف اللي انا كتبتها ده اهي، الاي والسي والاف. الاي والسي والاف. انترا سيلولار فلويد، سائل داخل الخلية. طب هنا ديت اسمها ايه؟ دي اكسترا سيلولار فلويد، اي سي اف، اكسترا سيلولار فلويد، ودي تبقى ايه؟ تبقى السائل خارج الخليه. احفظ لي ان اللي بالاي يبقى جوه داخل، انما اللي بالاي اكسترا يبقى خارج. واحفظ الاختصار لان دايما في الفسيولوجي بنتعامل بالاختصار ده. تمام؟ احفظ الاختصار، اي سي اف انترا سيلولار فلويد يعني داخل الخليه، انما اي سي اف اكسترا يبقى خارج. احفظ الاختصار، اللهم بلغت اللهم فشل. تعالى نرجع تاني بقى كده. قال لك والله هو سيلكتيف كوميونيكيشن ما بين، بيعمل تواصل ما بين الانترا سيلولار فلويد اللي هو السائل اللي خدته بحرف الاي ده يعني ايه؟ يعني داخل الخليه، وما بين الاي سي اف اللي هو الاكسترا اللي هو ايه؟ اللي هو خارج الخليه. يبقى هو سيلكتيف كوميونيكيشن بتوين مين؟ بتوين الاي سي اف الانترا سيلولار فلويد داخل الخليه، اند مين كمان؟ اند الاكسترا سيلولار فلويد اللي هو خارج ايه؟ خارج الخليه. يعني عامله تشوف الماده اللي هتطلع من هنا اللي هتخش من هنا، الكلام ده عامل تواصل ما بين جوه الخليه وخارج الخليه. يبقى تعالى كده، السيل بتتكون من ايه؟ اخر مره هقول له رتب معلوماتك كده. اول حاجه سيل ميمبرين، وده اللي بره، وفي اورجانيلز اللي جوه. اورجانيلز كتير زي مثلا النيوكليوس، ودي مسؤوله عن السيل ديفيجن، الانقسام الخليه. في ميتوكوندريا، ودي مسؤوله عن انتاج الانرجي، الطاقه. في عندي ريبوزومز، ودي مسؤوله عن بروتين سينسز، تصنيع البروتين. طيب السيل ميمبرين اقول فيه كلمتين، اسمه التاني بلازما ميمبرين، احفظ فيه كلمتين بحرف ايه الكلمتين؟ احفظ معايا، احفظ معايا، مش عايزك تتعب في المذاكره. بيبقى فيه كلمتين بحرف الاس، الاس الاولى سيمي بيرميابل، سيمي ايه بيرميابل؟ يعني نص نص، انه يعد ويخرج بمزاجه. طب وايه برضه؟ بمزاجه برضه، اس برضه، سيلكتيف كوميونيكيشن، عامل كوميونيكيشن بمزاجه، سيلكتيف اختياريه بمزاجه، ما بين مين؟ بين الانترا سيلولار فلويد وبين الاكسترا سيلولار فلويد. كلام جميل يا شباب. طيب ننتقل الى حاجه جديده، ننتقل الى حاجه اسمها البادي فلويد، يعني السائل داخل جسم الانسان. البادي فلويد، فلويد يعني السائل، والسائل في جسم الانسان. لما اجي اكلمك عن البادي فلويد، السائل في جسم الانسان، ما تقوليش ميه، لان جسم الانسان يحتوي على ميه وفي سوائل اخرى مذابه برضو فيها، يعني في ميه وحاجات اخرى مذابه في الميه دي، اذا مش ميه لوحدها. اذا لما اقولك بادي فلويد، كلمه فلويد ميه وحاجه كمان. تمام؟ طيب يبقى لما اجي ادي تعريف للبادي فلويد ده هقول ايه؟ بيقول لك، بيقولوا solution of water، solution of water يعني محلول من الماء، محلول من المية. بس هل مية لوحدها؟ قال لك لا، المحلول اللي من المية ده هو بيروح ينضاف له حاجات أخرى. طب إيه هي الحاجات الأخرى؟ قال لك والله بينضاف له حاجات organic
او مواد اورجانيك، وكلمة مواد اورجانيك يعني مواد عضوية، وبينضاف له كمان مواد ان اورجانيك، وان اورجانيك يعني مواد غير عضوية. يبقى الفلويد في جسم الانسان ده عبارة عن ايه؟ هقول له عبارة عن سوليوشن اوف ووتر بتحتوي على مواد عضوية اورجانيك، يبقى مواد عضوية ومواد غير عضوية. طيب ايه بقى هي المواد العضوية وايه هي المواد الغير عضوية الان اورجانيك؟ المواد العضوية يعني مادة البايو، مادة البايوكيمستري درست فيها ايه؟ درست فيها الكربوهيدرات. ما الكربوهيدرات دي ماده عضويه. حبيبي عايز اقول لك على حاجه، هي المواد العضويه ديت يا شباب هي المواد اللي بتحتوي على كربون وهيدروجين. المواد العضويه هي المواد اللي بتحتوي على ايه؟ كربون وهيدروجين. فانت خدت عندك الكربوهيدرات، وخدت الليبيد، وخدت البروتين، تمام؟ وخدت النيوكليك اسيد اللي هي الاحماض النوويه. يبقى لما تقول لي مواد اورجانيك مش محتاج تذاكر حاجه جديده، انت عارفهم لوحدك، الكربوهيدرات والليبيد والبروتين، وممكن اقول له ايه كمان؟ ممكن اقول له النيوكليك اسيدز اللي هي الاحماض النوويه اللي هي الدي ان ايه والار ان ايه. طيب ايه هي بقى المواد الان اورجانيك الغير عضويه؟ دي سهله خالص، قال لك زي الايونز. ايه هي الايونز دي يا شباب؟ يعني زي الصوديوم ايون، البوتاسيوم ايون، ايونات الصوديوم، ايونات البوتاسيوم، تمام؟ يبقى السائل لو البادي فلويد داخل جسم الانسان هو عباره عن سوليوشن اوف ووتر، محلول ميه. بس محلول الميه ده مضاف له ايه؟ مضاف له مركبات اورجانيك زي كربوهيدرات والليبيد والبروتين والنيوكليك اسيدز، ومضاف له مواد ان اورجانيك زي الايونات، زي ايونات الصوديوم وايونات البوتاسيوم. يبقى انا عندي كده يا شباب البادي فلويد بيبقى عباره عن سوليوشن اوف ووتر زائد، اكتبها له كده في الامتحان، زائد اورجانيك مواد عضويه اللي هي كربوهيدرات ليبيد بروتين، او مواد غير عضويه ان اورجانيك اللي هي ايه؟ اللي هي الايونات. طيب الفاليو يعني القيمة، كلمة فاليو يعني القيمة، يعني قيمة المية في جسم الإنسان ديت قد إيه؟ قال لك بتختلف، يعني أكيد الشخص الرفيع النحيف ده مش هتقول لي فيه نفس الكمية اللي في شخص تخين. فقال لك إحنا بناخدها على الشخص إيه؟ النص نص، الشخص الطبيعي ده. فقال لك لو في شخص وزنه 70 كيلو جرام، ده الشخص اللي احنا ايه 70 كيلو ده اللي هو في الوسط كده، تمام؟ ده دايما اللي بنعمل عليه الابحاث الغلبان ده. الشخص ال 70 كيلو جرام اللي هو المتماثل ده اهو، الشخص ده قال لك بيروحوا يلاقوا في جسمه 42 لتر ميه، بالتحديد يعني من 40 لتر الى 42 لتر، تمام؟ يبقى الشخص اللي وزنه 70 كيلو بلاقي ان في جسمه حوالي كام يا شباب؟ حوالي من 40 الى 42 لتر مية. طيب كلام جميل. المية دي بقى اللي هما ال 40 ل 42 لتر متوزعين فين في الخلية؟ مش انا كنت واخد من شوية ان الخلية في حاجة اسمها انترا سيلولار فلويد، وانترا يعني داخل الخلية، اهي كلمة انترا يعني ايه؟ داخل الخلية، يعني السائل داخل الخلية. وكان في اكسترا سيلولار فلويد، وده السائل اللي بره الخلية خارج، صح؟ طيب انا دلوقتي عندي من 40 ل 42 لتر، ال 40 ل 42 لتر دول متوزعين ازاي في جسم الانسان؟ قال لك سهل خالص، التلتين انتراسيلولار يعني داخل الخليه، يبقى انا هنا عندي كام؟ عندي التلتين. طيب يتبقى في الاكستراسيلولار كام؟ قال لك التلت بقى، هنا ايه؟ التلت. لما جم يبصوا تلتين ال 40 ل 42 لتر دول،
قال لك لقوهم 25 لتر. طب لما جاي يبص هنا برضو في الاكسترا سيلور ده اهو، جاي يبص على التلت، لقى ان التلت ده اهو بيساوي يا شباب حوالي 15 لتر. تمام يا شباب. يبقى انا عندي الانترا سيلولار فلويد، السائل اللي جوه الخليه جوه لسه، ده التلتين 25 لتر، انما السائل اللي خارج الخليه ده التلت 15 لتر. تمام يا شباب. طيب هنراجع كده على الحصه بسرعه، تمام، وبعد كده ببقى بعمل لك فيديو من الورق، الفيديوهات السريعه، عشان اقول لك ايه الحاجات اللي تذاكرها في الورق. طيب يلا كده. الفسيولوجي قلنا ان هي علم وظائف الاعضاء. قلت ان الهيومن بودي، جسم الانسان، بيتكون من ايه؟ الهيومن بودي بيتكون من سيستمز، انظمه. سيستمز تتكون من اورجانز، اعضاء. الاورجانز تبقى تيشوز، انسجه، والانسجه تتكون من سيلز، الخلايا. تمام. وقلت التعريف بتاع الخليه بيجي في الام اس كيو، بيقول لك ايه؟ البيزك يونت اوف ستراكشر اند فانكشن. بيزك يونت اوف ستراكشر اند فانكشن، بسميها ايه؟ بسميها الخليه او السيل. وقلت لك عندي الايوكاريوت اللي هم حقيقيات النواه، دول عندهم نواه زي الهيومن بودي زينا، انما البروكاريوت دول اوليات النواه، نو نيوكلاس، لا نواه. تمام. وده زي البكتيريا. بعد كده شفنا السيل فورمد من ايه، لقينا ان الخليه بتتكون من حاجتين، الحاجه الاولانيه اللي بره السيل ممبرين، جدار الخليه، ومن جوه الاورجانيلز، عضيات الخليه. السيل ممبرين او بيسميه بلازما ممبرين، بحفظ له كلمتين بحرف الاس، اس سيمي برميابل، يعني ايه؟ شبه منفذ. تمام. يعني بيدخل الماده بمزاجه، مش بيدخل على طول، ومش بيدخل او بيمنع خالص، فبسميه سيمي برميابل. اكتب لي كده عليها في الورق، شبه منفذ. تمام. طب سيلكتيف كوميونيكيشن يعني بمزاجه. تمام. بيعمل ايه؟ بيعمل كوميونيكيشن، بينقل من بره لجوه، ما بين الانترا اللي هي داخل والاكسترا اللي هي ايه؟ اللي هي خارج. طيب الاورجانيلز، قلت النيوكليوس مسؤوله عن السيل ديفيجن، انقسام الخليه، الميتوكوندريا انتاج الانرجي، الطاقه، والريبوسومز مسؤوله عن البروتين سينسز، تصنيع البروتين. طيب البادي فلويدز، خدنا في البادي فلويد قلنا ان الميه دي عباره عن سوليوشن اوف ووتر، محلول من الميه، مضاف اليه مواد اورجانيك عضويه زي الكربوهيدرات والليبيد والبروتين، ومواد ان اورجانيك زي الايونات. طيب القيمه، قلت لك لو شخص وزنه 70 كيلو بيبقى فيه حوالي من 40 الى 42 لتر ميه. ال 40 او 42 لتر دول متوزعين في الجسم داخل الخليه وخارج الخليه. داخل الخليه الانترا سيلولار فلويد بلاقي ان هي بتمثل التلتين، تلتين ال 40 ل 42 دول كام؟ 25 لتر. والتلت بره الخليه بيمثل 15 لتر. الارقام ديت حفظ يا شباب، والارقام دي بيسال عليها في الامتحان في الام سي كيو. كده شرحنا لحبايب قلبي فاصل اعلاني كده، ازاي تنضم للقناه عندنا عشان تقدر تتابع كل حاجه بالترتيب باذن الله. هتفتح التليجرام عندك وهتدخل في السيرش، انا عامل القناه عامه عشان اي حد يقدر يدخلها، تكتب بس كده دكتور اشرف. تمام. طبعا انت دفعه 63، اكتب 63 بس كده. تمام. او ممكن تكتب برضو بالعربي كلمه العلامه 63، القناه هتظهر معاك، لان انا عاملها عامه عشان تقدر توصل لها باسرع وقت. هتدخل على القناه، تمام، وطبعا هتعمل انضمام للقناه. طيب الطريقه بتاعه الاسكان، هتدخل على الكيو ار كود، وهتيجي على الكيو ار كود ده كده، وهتعمل اسكان للكيو ار كود عشان تقدر برضو تنضم للقناه. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلب العلامه. النهارده كده هنستكمل الحصه الاولى، وبنكمل في موضوع البادي فلويد. حد فاكر الحصه اللي فاتت كنا قلنا جسم الانسان اللي هو الشخص اللي وزنه 70 كيلو الوسط
بيحتوي جسمه على قد ايه ميه. كنا قلنا ان جسم الشخص اللي وزنه 70 كيلو كان بيبقى فيه حوالي من 40 الى 42 لتر ميه. ده كلام جميل قلناه الحصة اللي فاتت. وقلنا الحصة اللي فاتت كمان ان ال 40 او ال 42 لتر ميه دول بيبقوا متوزعين، اما بيبقى في حاجة اسمها انتراسيلولار فلويد. وكلمة انتراسيلولار فلويد يا شباب يعني ايه؟ يعني داخل الخلية. هنا كده داخل الخلية بسميه انتراسيلولار فلويد، زي هنا برضو داخل الخلية التانية دي بسميه انتراسيلولار فلويد. طيب ده بيبقى كام؟ قال لي ده بيبقى التلتين اللي هم حوالي 25 لتر. الكلام ده قلناه الحصة اللي فاتت. طيب قال لي التلت كمان بيبقى 15 لتر. طيب التلت ال 15 لتر ده بيبقى ايه بقى؟ بيبقى اكسترا سيلولار فلويد. يعني ايه اكسترا سيلولار فلويد؟ يعني خارج الخلية، ليس داخل الخلية، انما ايه؟ انما خارج الخلية. طيب هو خارج الخلية ده هيبقى خارجها يعني هيبقى في اماكن محددة؟ قال لي اه، ده في خارج الخلية دي بيقسمها لي الى ثلاث مناطق. بيقسمها لي الى كم منطقة؟ ثلاث مناطق. قال لك المنطقة الاولانية ان ممكن يكون الفلويد الاكسترا سيلور فلويد ده اول منطقة فيه يقول لك يبقى انترستيشيال. يبقى ايه؟ انترستيشيال. طيب انترستيشيال، انتر ديت يعني ايه؟ يعني بين. طب واستيشيال بين ايه؟ بين الخلايا. فانترستيشيال معناها على بعض كده يعني بين الخلايا. يبقى انا عندي خليه اهي وخليه اهي، فلاقي ان الانترستيشيال فلويد اللي هو ايه؟ اللي هو هنا كده بين الخلايا، ده بسميه يا شباب، ده بسميه انترستيشيال فلويد. يعني ايه؟ يعني فلويد بين الخلايا. يبقى اكتب لي جنب انترستيشيال في الورق بين ايه؟ بين الخلايا. تمام. طيب الانترستيشيال فلويد ده حوالي كام لتر من ال 15؟ قال لك حوالي 10 لتر من ال 15. يبقى حوالي 10 لتر من ال 15 بيبقى عباره عن ايه؟ انترستيشيال فلويد، يعني الفلويد اللي ايه؟ بين الخلايا. طيب خلي بالك الفلويد اللي بين الخلايا ده يا شباب المفروض ان هو بيروح وبيتنقل وبيصب في اللي انا رسمه لك بالاخضر ده اهو، دي حاجه بيسموها القناه الليمفاويه. القناه ايه؟ الليمفاويه. بيسموها الليمفاتيك فيزلز. يعني ايه الليمفاتيك فيزلز؟ يعني القناه الليمفاويه. يبقى الفلويد اللي بين الخلايا ده ممكن بيتنقل جزء وبيروح فين؟ بيروح في الليمفاتيك فيزل. وكمان اللي في الليمفاتيك فيزلز ده ممكن يتنقل يا شباب وبيتنقل في الفيزلز اللي بالاحمر ده اللي هي البلد فيزلز، اللي هي الاوعيه ايه؟ بلد يعني ايه؟ يعني دم. يبقى الاوعيه ايه؟ الاوعيه الدمويه. تمام كده. طيب قال لك الانتر استيشيال فلويد يبقى موجود بين الخلايا وموجود كمان في الليمفاتيك فيزلز. يبقى دلوقتي الانتر استيشيال هعمله لك بعلامات الاكس، فين اماكن تواجده؟ قال لي اماكن تواجده بين الخلايا. تمام. وفين كمان؟ في الليمفاتيك فيزلز. يبقى هو بتوين السيلز يعني بين الخلايا، وكمان موجود فين؟ وكمان موجود في اللي هي الليمفاتيك فيزلز اللي هي الاوعيه ايه؟ الليمفاويه. طيب هل موجود يا دكتور كمان في اماكن تانية الاكسترا سيلور فلويد في اماكن تانية؟ قال لك اه، مش في الفلويدز دي بتروح تجري على البلاد فيزلز الاوعيه الدمويه؟ طب الاوعيه الدمويه ديت ايه المحتوى الاساسي بالنسبه لها؟ المحتوى الاساسي بالنسبه لها اللي هو البلازما. فقال لك برضه بيبقى فيه فلويد داخل الاوعيه الدمويه يعني في البلازما، وبتبقى حوالي 3.5 لتر. طبعا الارقام
الارقام تقريبية، يعني تقول لي من 3 ل 3 ونص، صح؟ فانت احفظ رقم واحد وخلاص، تمام كده؟ طيب يبقى البلازما فيها فلويد قد ايه؟ هتقول لي 3 ونص لتر. يبقى انا لحد دلوقتي اخدت الانترستيشيال فلويد اللي هو هنا كده بعلامات الاكس دول، ودول فين يا شباب؟ دول الانترستيشيال فلويد يعني بين الخلايا، يا اما بتوين السيلز، يا اما فين؟ يا اما داخل الليمفاتيك فيزلز، داخل الاوعيه الليمفاويه. طيب بعد كده ده كده 10، خدت بعد كده كام؟ 3 ونص موجودين فين؟ في البلازما. 3 ونص موجودين فين؟ في البلازما. 10 و3 ونص 13 ونص، فاضل لي كام عشان ابقى 15؟ فاضل لي 1 ونص. قال لي الواحد ونص ده بيبقى ترانس سيلولار. ترانس ايه؟ ترانس سيلولار. ايه بقى الترانس سيلولار دول؟ قال لك الترانس سيلولار دول بيبقوا موجودين في حاجة اسمها الكافيتس. حاجة اسمها ايه؟ الكافيتس. طيب ايه الكافيتس ديت يا دكتور؟ الكافيتس ديت يا شباب اللي هي زي عندي حاجة اسمها الدايجستيف جوس، وعندي حاجة اسمها سي اس اف اختصار لحاجة اسمها سيريبرو سباينال فلويد. لو جيت تشوفها كده اختصارات، سيريبرو سباينال فلويد اللي هي سي اس اف. تعالى كده هقسم لك سيريبرو سباينال ديت. سيريبرو يعني مخ، تمام؟ سباينال ده اللي هو ايه؟ الحبل الشوكي، صح؟ فده بيبقى فلويد موجود في الحبل الشوكي. طيب بيبقى موجود في الكافيتس، يعني الفراغات اللي موجوده في الحبل، ايه اللي موجوده في الحبل الشوكي. كذلك ممكن تكون في الدايجستيف جوز. ايه الدايجستيف جوز ديت؟ انا عندي مثلا المعده، تمام؟ المعده دي بيبقى فيها ايه؟ المعده دي بيبقى فيها جوس، يعني جوس يعني عصير. طب يعني ايه دايجستيف؟ دايجستيف يعني عصير هاضم، هاضم. دايجستيف يعني ايه؟ بيهضم. فقال لك والله بيبقى فيه 1.5 لتر، ال1.5 لتر دول بيبقوا موجودين في الكافيتز، زي بالظبط مين في الكافيتز؟ زي الدايجستيف جوس وزي السيريبرو سباينال فلويد، تمام؟ ودي بتيجي يا شباب في الام سي كيو، ال1.5 لتر موجودين فين؟ هقول له ان ال1.5 لتر دول يا دكتور بيبقوا موجودين ترانس سيلور، موجودين في الكافيتز في الفراغات، زي مين؟ زي الدايجستيف جوس وزي السي اس اف اللي هو السيريبرو سباينال فلويد، تمام يا شباب؟ طيب الارقام حفظ، الارقام يجي يسالك عليها في الامتحان، حته الترانس سيلور دي بالتحديد جيت قبل كده في ام سي كيو، تمام؟ بس مش معنى كده ان انا ما اعرفش الباقيين، اعرفهم كلهم، تمام كده؟ يبقى انا عندي كام لتر في الجسم، كام لتر فلويد؟ هقول له من 40 ل 42 لتر. متقسمين ازاي؟ هقول له تلتين اللي هم 25 لتر دول جوه الخليه انترا سيلور فلويد. طيب والتلت ده بقى 15 لتر وده اكسترا سيلور فلويد، يعني اللي بره الخليه. كله على بعضه كده التلات انواع الاكسترا سيلور فلويد 15 لتر. متقسمين ازاي ال 15 لتر؟ هقول له ان ال 15 لتر دول متقسمين 10 لتر بيبقوا موجودين بتوين السيلز، يعني بين الخلايا وداخل الليمفاتيك فيزلز، ودول بسميهم ايه؟ بسميهم انترستيشيال فلويد، اللي هي بحروف الاكس دي، سواء بين الخلايا او سواء داخل الليمفاتيك فيزلز الاوعيه الليمفاويه، هنا بسميها انترستيشيال فلويد. دول قد ايه؟ قال لي دول 10 لتر. طيب في ايه كمان؟ قال لي موجودين في داخل البلاد فيزلز في البلازما. طب دول قد ايه اللي في البلازما اللي في الدم دول؟ قال لي 3.5 لتر. البلازما 3.5 لتر. طيب يتبقى لي ايه؟ يتبقى لي الترانس سيلولار.
الترانس سيلولر دول اللي بيبقوا موجودين في الكافيتز، موجودين في الزخانيق، موجودين فين؟ في الفراغات، موجودين زي السيريبروسباينال فلويد تمام، وزي الدايجستيف ايه الدايجستيف جوس. دول يا شباب بيبقوا حوالي كام؟ حوالي 1.5 لتر. وجيت قبل كده في ام سي كيو قال له 1.5 لتر دول بيبقوا موجودين فين؟ بنختار ترانس سيلولر. تمام يا شباب، تمام يا حلوين، تمام. الارقام حفظ، الارقام نحفظها كلها. طيب ما تيجي كده نشوف دي الخلية هيت وبنشوف الكومبوزيشن بتاعها. طبعا هتلاقي في الورق بتاع الجامعة هتلاقي جدول كده يقول لك الصوديوم هنا كام وهنا مش عارف كام، الكلام ده كله ولا يجي في اي امتحانات، والكلام ده كله مش عايزك تعرف منه غير اللي انا هشرحه لك هنا، وده بس اللي يجي في الامتحان. انا يا شباب عارف ان انا عندي دي قدامي كده الخلية، وانا عارف والله ومتعلم، والدكتور اشرف علمني كويس وعلمني ان انا عندي حاجة اسمها انترا سيلولر فلويد، دول اللي هم 25 لتر التلتين اللي داخل الخلية صح؟ وبرضو الدكتور اشرف قال ان في اكسترا سيلولر فلويد، وقال لي ان الاكسترا سيلولر فلويدز دول التلت بقى الباقي. طيب في حاجة يا شباب، في حاجة، وقبل ما اشرح عايز اقول لك حاجة، في عندي معلومة بتقول لك في حاجة اسمها كاتايونز، وفي معلومة تانية بتقول لك انايونز. اعرف لي المعلومتين دول قبل ما اشرح عشان بيجي يسأل عليهم في الام سي كيو. الكاتايونز يا شباب هي الايونات الموجبة، الكاتايونز هي الايونات الموجبة. طب ايه الانايونز؟ قال لي الانايونز هي الايونات السالبة، يبقى الكاتايونز هي الايونات الموجبة، بينما الانايونز اللي هي الايونات ايه؟ اللي هي الايونات السالبة. طيب كلام جميل، قال لك انا عندي بيبقى موجود ايونات، وايونات بتبقى موجودة داخل الخلية، وفي ايونات بتبقى موجودة خارج الخلية. خلي بالك، خلي بالك، الايونات كده كده موجودة داخل الخلية وموجودة بره الخلية، يعني الاتنين كل الايونات هتلاقي موجود منها داخل الخلية، وكل الايونات هتلاقي موجودة برضو خارج الخلية. ولكن انا دلوقتي هقول لك مين اللي موجود داخل الخلية بنسبة عالية، وبعدين اقول لك مين اللي موجود خارج الخلية بنسبة ايه؟ بنسبة عالية. تمام كده يا شباب؟ يبقى خلينا متفقين، وخليك انت فاهم فيسيولوجي كويس، ان كده كده كل الايونات اللي انا هقولها دي موجودة جوه الخلية وموجودة برضو بره الخلية، ولكن اللي انا عايز اعرفه مين اللي موجود جوه الخلية اكتر، نقولهم ونكتبهم هنا في الانتراسيلولر فلويد اللي داخل الخلية، وبعدين اقول لك مين اللي موجود في الاكسترا سيلولر فلويد اكتر، يعني مين الايونات اللي موجودة بره الخلية بنسبة اعلى من جوه. طيب تعالى كده على الحاجات اللي داخل الخلية اكتر. حرف البي عشان ما تتلخبطش عايزك تحفظهم معايا كده، تحفظهم معايا والنبي كده تكسب. حرف البي يا حبيبي واكتبه لي كده 3 مرات. حرف البي وهتكتبه كم مرة؟ حرف البي وهتكتبه لي 3 مرات. قال لك الحاجات اللي تبقى موجودة جوه الخلية اكتر، احفظ زي ما انا بحفظك كده، احفظ زي ما انا بحفظك. الايونات الموجودة داخل الخلية اكتر، احفظ زي ما انا بحفظك كده. التلاتة ايه؟ التلاتة يبتدوا بحرف البي كده، هم 4 بس كلهم يبتدوا بحرف البي كده معايا، خليك معايا دلوقتي تعرف هنذاكرهم ازاي.
قال لي اول حاجه البوتاسيوم. اول حاجه ايه؟ البوتاسيوم بيرمزوا له كده كي بوزيتيف. يبقى اول واحد مين؟ البوتاسيوم. لما تذاكر البوتاسيوم دايما تقول بوتاسيوم ومغنيسيوم، دايما الاثنين دول صحاب، فاوعى تنسى ان البوتاسيوم ده هو في كمان معاه مغنيسيوم. يبقى لما تذاكر البوتاسيوم كانك بتقول بوتاسيوم ومغنيسيوم، بحرف ال ب الاولاني بوتاسيوم ومغنيسيوم. تمام، حرف ال ب الاولاني بوتاسيوم وايه؟ ومغنيسيوم. طيب حرف ال ب الثاني قال لي فوسفيت. حرف ال ب تاني ايه؟ فوسفيت. خلي بالك الفوسفيت ده ممكن يكتبه لك بطريقه تانية في الورق، ممكن يكتب لك كده H3PO4. تمام، ده بيسموه يا شباب الفوسفوريك اسيد. المركب ده بيسموه الفوسفوريك اسيد. ما دام شفت فيه البي ده يبقى ده تبع الفوسفيت. طيب البي الثالثه قال لي البي الثالثه بروتينز. بروتينز يبقى ايه؟ ايه الايونات اللي موجوده داخل الخليه اكتر؟ هقول له الايونات اللي موجوده داخل الخليه اكتر 3B. 3B والبي الاولانيه دبل كده بوتاسيوم ومغنيسيوم. بوتاسيوم وايه؟ ومغنيسيوم. طيب البي الثانيه فوسفيت، البي الثالثه بروتينز. ده مش معناه ان مفيش الحاجات دي بره، لا هي موجوده بره، ولكن نسبتها الكبيره متمركزه فين؟ متمركزه داخل الخليه في الانترا سيلولار فلويد، في الاي سي اف، يعني الفلويد اللي داخل الخليه. حلو كده. طيب البوتاسيوم والمغنيسيوم دول يا شباب بيبقى شحناتهم بوتاسيوم دايما موجب، والمغنيسيوم برضو بيبقى موجب كده، برضو موجب اتنين كده. انما الفوسفيت ده بيبقى شحنته سلبة، والبروتينات برضو عادة شحنتها ايه؟ سالبة كده. طيب دي كده يا شباب الحاجات اللي هي ايه داخل الخلية اكتر. طب ايه بقى اللي موجود خارج الخلية اكتر؟ سهلين برضو، تعالى احفظهم لك. اللي خارج الخلية اكتر فاكر ملح الطعام صوديوم ايه؟ صوديوم كلورايد. افصلهم بقى، صوديوم لوحده صوديوم كان بيبقى موجب، والكلورايد اللي كان بيبقى ايه؟ سالب. وفي عندي حاجه اسمها الباي كربونات H3PO4، وده برضو سالب. ده بي اسمه التاني ايه؟ اسمه باي كربونات. اسمه التاني يا شباب اسمه باي كربونات. تمام، يبقى المركب ده اهو كده اسمه باي كربونات، وعندي الكلورايد، وعندي كمان مين؟ وعندي كمان الصوديوم. دول الايونات اللي بتبقى موجوده خارج الخليه بنسبه اعلى. مش معنى كده ان هم مش موجودين جوه، موجودين جوه برضه، بس النسبه الاعلى بتاعتهم فين؟ اكسترا سيلولار فلويد، يعني في الفلويد اللي خارج الخليه. فاهمين؟ يبقى احفظهم ازاي؟ ملح الطعام اللي هو الصوديوم والكلورايد، صح، وكمان اللي هو الاتش 3 انا اسف ده الفوسفيت، البايكربونات اللي هو اتش 2 سي او 3 اتش 2 سي او 3 تمام H2CO3. ده بيسموه ايه يا شباب؟ بيسموه الباي كربونات. وده بقى الباي كربونات ده بيبقى ماله؟ بيبقى برضه بره الخليه. تمام، يبقى انا عندي كذا حاجه، تعال نكتبه كده بخط حلو. H2CO3 باي كربونات. طيب لو جيت اشوف لهم الشحنات يا شباب، لو جيت اشوف الشحنات، طبعا الصوديوم بيبقى موجب ده عارفينه كلنا، الكلورايد بيبقى سالب، البايكربونات برضه بيبقى سالب.
طيب دلوقتي السؤال الامتحان، الحتة دي هتحفظها زي اسمك، هتحفظ الجزء ده زي اسمك، تمام؟ علشان اخلي لك الورق اللي هو في الورق الكلية نشطبه ونقطعه خلاص ونشتره من الورق، تمام؟ يبقى احفظك دول ولا احفظك الجدول بتاع الكلية وخليك تموت فيه؟ احفظك دول اسهل، ابقى عارف ايه، عارف الانتراسيلور فلويد، عارف ان الايونات اللي موجودة جوه اكتر اللي هما التلاتة بي، بوتاسيوم ومغنيزيوم، تمام؟ وفي عندي بروتينز وفوسفات. طيب الحاجات اللي في الاكسترا سيلور فلويد اكتر صوديوم والكلورايد اللي هما ملح الطعام مع بعض، وازود عليهم باي كربونات اللي هو H2CO3. حلو كده يا شباب؟ طيب كلام جميل، كلام جميل، مفيش اي مشاكل. انا قلت لك بقى من شويه ان الايونات الموجبه بيسموها ايه؟ كاتايونز، انما الايونات السالبه بيسموها ايه؟ انايونز، صح كده؟ ممكن في الامتحان يرخم عليك بدل ما يقول لك مين الايونات الموجوده في الاكسترا سيلور فلويد، لا يقول لك ايه، بص كده، يقول لك مين الكاتايون اللي موجود اكسترا سيلور فلويد، يبقى هو عايز مين؟ عايز اللي بيحمل شحنه ايه؟ شحنه موجبه، يبقى الاختيار الوحيد صوديوم. طيب مين الانايونز اللي موجود في الاكسترا سيلور فلويد؟ يبقى عايز اللي بيحمل شحنه ايه؟ شحنه سالبه اللي هو الكلورايد او البايكربونات. طب مين الكاتايون اللي موجود في الانتراسيلولار فلويد؟ اكيد هيبقى عايز اللي بيحمل شحنه موجبه، عندك اهو البوتاسيوم والمغنيزيوم دول اللي موجب. طب مين اللي بيحمل شحنه سالبه او مين الانايونز اللي موجوده في الانتراسيلولار فلويد؟ يبقى ممكن الفوسفيت يحمل شحنه سالبه، وممكن البروتينز برضو ده بيحمل شحنة سالبة، تمام كده يا شباب؟ يبقى ده تكملة الدرس بتاع البادي فلويد. تاني اخر مرة بقولك بحفظك تاني، عندي من 40 ل 42 لتر متقسمين التلتين 25، ودول موجودين انتراسيلولر يعني داخل الخلية، والتلت اللي هو 15 لتر، ال 15 لتر دول موجودين متقسمين اما بين الخلايا بتوين السيلز وداخل الليمفاتيك فيزلز اللي معلم عليهم بالاكس دول، ودول بيسموا ايه؟ بيسموا انترستيشيال فلويد، انترستيشيال فلويد. طيب بيمثلوا كم من ال 15؟ كل دول 15، هما بيمثلوا كم من ال 15؟ بيمثلوا 10 لتر. طيب في بعد كده داخل البلاد فيزل، داخل الاوعيه الدمويه، بيبقى موجود قد ايه؟ موجود 3.5 لتر. طيب في بعد كده ترانس سيلولر، وده بيبقى موجود في مثلا الدايجستيف جوس او في السيريبروسباينال فلويد، دول بيبقى نسبتهم كام؟ 1.5، تمام؟ ودي بتيجي في الام سي كيو والارقام كلها اعرف. الكومبوزيشن الورق الجامعة الجدول الكبير ده كله هشطب عليه، مش هيجي في الامتحان، واللي هيجي في الامتحان اللي انا حفظته لك بطريقة سهلة جدا احفظ تاني، والصفحة دي مهمة جدا، مهمة جدا، انقلها في ورقة واكتبها معايا كده، انقلها في ورقة واكتبها. يبقى انا عندي الكاتايونز وعندي الانايونز، الكاتايونز الشحنة الموجبة بينما الانايونز الشحنة السالبة. اللي داخل الخلية مين؟ مين اللي انتر سيلور فلويد؟ مين اللي موجودين جوه الخليه اكتر؟ 3 بي، بوتاسيوم ومغنيزيوم وبروتين وفوسفات، تمام؟ طيب مين اللي فيهم كاتايون؟ اللي بيحمل شحنه موجبه هم اللي فوق، واللي تحت شحنه سالبه اللي هم الانايونز. طب مين اللي موجود في الاكسترا سيلولر فلويد؟ اللي موجود في الاكسترا سيلولر فلويد ملح الطعام، قسمه كده صوديوم وايه؟ صوديوم وكلورايد، وموجود كمان اللي هو الباي كربونات. طبعا الصوديوم موجب فيعامل معاملة ان هو كاتايون، بينما السي ال والبايكربونات يعاملوا معاملة ايه؟ الانايونز، علشان الشحنة السالب. تمام كده يا شباب؟ كده خلصنا محاضرة او الجزء الخاص بالبادي ايه؟ البادي فلويدز يا شباب. كل حبايب قلبي فاصل اعلاني كده، ازاي تنضم للقناة عندنا عشان تقدر تتابع كل حاجة بالترتيب بإذن الله.
هتفتح التليجرام عندك وهتدخل في السيرش انا عامل القناة عامة عشان اي حد يقدر يدخلها، تكتب بس كده دكتور اشرف تمام، طبعا انت دفعة 63 اكتب 63 بس كده تمام، او ممكن تكتب برضو بالعربي كلمة العلامة 63، القناة تظهر معاك لان انا عاملها عامة عشان تقدر توصل لها باسرع وقت، هتدخل على القناة تمام، وطبعا هتعمل انضمام للقناة. طيب الطريقة بتاعت الاسكان، هتدخل على الكيو ار كود وهتيجي على الكيو ار كود ده كده وهتعمل اسكان للكيو ار كود عشان تقدر برضو تنضم للقناة. شكرا. اهلا بكم اولاد، نشوف يلا كده مع بعض العنوان بتاع الميجرمنت اوف الفوليوم اوف البادي فلويد. يعني ايه الميجرمنت اوف الفوليوم اوف البادي فلويد؟ ميجرمنت يعني انا هقيس قياس، هقيس ايه؟ هقيس حجم الفوليوم، يعني الحجم، حجم ايه بقى؟ حجم البادي فلويد. مش انا كنت عارف ان البادي فلويد ديت في جسم الانسان اللي هو مثلا وزنه 70 كيلو كان بيبقى فيه فلويد قد ايه؟ من 40 لـ42 لتر، صح؟ كان في ال 40 لـ42 لتر كانوا متقسمين تلتين وتلت، فاكرين كان في حاجة اكسترا سيلور فلويد وانترا سيلور فلويد تمام. طب انا دلوقتي عايز اشوف شخص ما، عايز اقيس حجم الفوليوم اللي عنده، هقيس مرة الفوليوم اللي هو بتاع التوتال بادي ووتر يعني كل المية اللي في الجسم، ومرة اقيس اللي هو الاكسترا سيلور فلويد اللي هي المية اللي خارج الخلية، وهشوف هل هقدر اقيس الانترا سيلور فلويد المية اللي جوه الخلية ولا لا، الفلويد اللي جوه الخلية ولا لا، وهشوف هقدر اقيس الفلويد اللي جوه البلازما ولا لا. طيب تعالى كده نشوف البرنسبل اوف ميجرمنت، الحته ديت معظم الناس بتشتكي منها، فركز معايا كده عشان اسهلها لك باذن الله. طيب امشي معايا واحده واحده، والحاجه اللي هقول لك بتيجي في الامتحان علم معايا عشان وانا بذاكر دلوقتي او فيما بعد ابقى عارف ايه هي الحاجات اللي بتيجي في الامتحان. طيب مبدئيا كده البرنسبل اوف ميجرمنت ده اكتب لي جنبه كده ريتن، ده ممكن يجي في اخر السنه في صوره ريتن كويتشن، سؤال يقول لك اكتب لي البرنسبل اوف الميجرمنت اوف الفوليوم اوف البادي فلويد تمام. طيب البرنسبل عندنا اسمه ايه؟ اسمه الداي دايليوشن تكنيك، علم لي عليها داي دايليوشن تكنيك، دي تيجي في الامتحانات، تيجي كمان في الام سي كيو، هيجي في الام سي كيو يقول لك ايه؟ يقول لك انا ازاي بقيس الفوليوم اوف البادي فلويد، بقيسه باي تكنيك؟ هتقول له الداي دايليوشن تكنيك. الداي دايليوشن تكنيك ليه سموه داي؟ داي دي يعني صبغه تمام، لان احنا باذن الله دلوقتي لما هنشرح هنلاقي ان انا بستخدم صبغه بحقنها في الجسم علشان الصبغة دي تبتدي ان هي تنتشر في الفلويد في جسم الانسان. طيب امشي واحدة واحدة معايا في الكلام، والحاجة اللي محتاجة فهم هبتدي ان انا ايه؟ هبتدي ان انا افهمها لك باذن الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، واحدة واحدة معايا كده، بيقول لك انون amount of a day، انون amount اكتب لي عليها كمية معلومة، انون amount معناها كمية معلومة، كمية معلومة من ايه؟ من داي يعني صبغة، او indicator، indicator يعني كاشف، يبقى كمية معلومة من صبغة او كاشف، injected into البادي تحقن في الجسم، يعني هجيب حقنة كده والحقنة دي هحط فيها الضاي او الانديكيتور ده تمام، الصبغة ديت، واقوم حقنها فين؟ حقنها في جسم الانسان. يبقى واحدة واحدة كده امشي معايا في الكلام كده، يبقى انا معايا اول حاجة حقنة،
بالشكل ده كده. والمفروض ان انا الحقنه ديت فيها ايه يا اولاد؟ المفروض ان الحقنه ديت فيها ضاي، فيها الصبغه، فيها اماونت اوف الضاي، تمام، نون اماونت اوف الضاي. يبقى انا هنا عندي ايه في الحقنه؟ هحقنها في جسم الانسان نون اماونت اوف الضاي، يعني كميه معلومه من الصبغه. يبقى انا عندي دلوقتي كميه الصبغه انا عارف هي قد ايه، يعني انا حاطط مثلا 5 مللي جرام مثلا، تمام، انا عارف الكميه. طيب بعد ما بتحقنها في الجسم ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بيقول لك this dye، هذه الصبغه هتروح فين؟ بيقول لك stays in one compartment only، هتروح تستقر في one compartment. يقصد ايه بكومبارتمنت؟ فاكر يا حبيب قلبي لما كنا بنقول الرسمة ده اهي، لما كنت برسم لك كده خلية ورسمت لك كمان جنبها خلية، تمام، وقلت لك ان الفلويد اللي داخل الخلية ده اهي مثلا بيسميه انتراسيلولار فلويد، وبرضو هنا ده بنسميه انتراسيلولار فلويد داخل الخلية، تمام. انما الحاجة اللي كانت خارج الخلية يا اولاد اللي هي كانت بتبقى هنا كده، دي كنا بنسميها ايه يا اولاد؟ دي كنا بنسميها اكسترا سيلولار فلويد، تمام كده. طيب يبقى انا عندي داخل الخلايا يبقى ده كده سيل اهي، ودي كده سيل برضو. داخل الخلايا بيبقى عندي حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها انترا سيلولار فلويد، انترا سيلولار فلويد. طب خارج الخليه بيبقى عندي اكسترا سيلولار فلويد. طيب كلام جميل. انا دلوقتي لما حقنت الحقنه اللي هي فيها نون اماونت اوف الضاي، منتظر ايه بعد كده؟ قال لك منتظر ان اللي داخل الحقنه ده اهو هيروح يستقر في وان كومبارتمنت. يعني ايه وان كومبارتمنت؟ يعني في مكان واحد، اما مثلا اكسترا سيلولار فلويد، تمام، او ممكن يروح في الكومبارتمنت الكامل، يعني يروح مثلا يستقر يعدي على الاي سي اف ويدخل كمان في الاي سي اف، تمام. طيب هل ينفع يبقى في حاجه في الاي سي اف في الانترا سيلولار فلويد بس؟ ما ينفعش، اصل هي عشان ماده تنتقل لازم تنتقل الاول للاي سي اف بعدين للاي سي اف، تمام، دي معلومه للاوائل بس كده. طيب ايه اللي هيحصل؟ انا حقنت دلوقتي اللي في الحقنه وهينتقل مثلا للاي سي اف، تمام كده يا اولاد. طيب ايه اللي يحصل بعد كده؟ قال لك بعد ما حقنت سيب الشخص اللي انت حقنته دوت فتره، بسيبه انف تايم. طيب انا ليه بسيبه اولاد انف تايم؟ قال لك علشان اللي داخل الحقنه ده اهو او الحاجه اللي انت حقنتها الضاي دهيت تبتدي ان هي تنتشر في الكومبارتمنت، يعني تبتدي انها تنتشر في الاي سي اف مثلا. يبقى هات تعالى هنا كده، بيقول لك بعمل ايه بعد كده؟ بيقول لك انف تايم، وقت كافي اللاود بيسمح، الوقت الكافي ده بيسمح لايه؟ يونيفورم ديستريبيوشن اوف الضاي، ان بيحصل توزيع للصبغه في هذا الكومبارتمنت. طيب زين ايه اللي هيحصل بعد كده؟ لما هيبقى خلاص الضاي اللي هي هنا ديت هتنتقل مثلا الى الاي سي اف، تمام، وراحت وصبرت عليها وقت كافي والكلام ده كله، اقدر دلوقتي ان انا اعمل ايه؟ اقدر دلوقتي ان انا احسب تركيزها، تمام. يبقى الخطوه اللي جايه بص كده، بيقول لك زن الضاي كونسنتريشن، تركيز الضاي دهيت في الكومبارتمنت، اعمل له ايه؟ ميجر، يعني هقيسه. يبقى انا دلوقتي هاجي هنا اقيس الكونسنتريشن اوف الضاي، صح كده؟ يبقى انا هنا هقيس الكونسنتريشن اوف الضاي. هو انا ده كله بعمله ليه؟ كل ده بعمله علشان احسب الفوليوم، احسب الحجم بتاع الفلويد، وليكن مثلا الحجم بتاع الاكسترا سيلولار فلويد مثلا، تمام كده يا اولاد. طيب
الحجم ده هحسبه ازاي؟ بص بقى يا حبيبي، الحجم ده بيحسبوه بالحسبة كده بالمدرسين بتوع الفيزياء. الناس بتوع الفيزياء كان عندهم قانون بيقول ان الحجم، هكتبه لك بالعربي وبعدين بالانجليزي. عندهم قانون بيقول ايه؟ ان الحجم بيساوي الكتلة على التركيز. يبقى الحجم بيساوي الكتلة على التركيز. كلام جميل. الحجم اللي هو انا عايز دلوقتي اعرفه، عايز احسبه، اللي هو الفوليوم، هيساوي ايه؟ هيساوي الكتلة بتاعت الصبغة، اللي هي ايه يا شباب؟ اللي انا كنت حاقنها في الاول، اللي هي دي كده صح، اللي هي نون اماونت اوف الضاي. يبقى هيساوي نون اماونت اوف الضاي، نون اماونت اوف الضاي على ايه يا اولاد؟ نون اماونت اوف الضاي على التركيز. انهي تركيز؟ التركيز يا حبيب قلبي الكونسنتريشن اوف الضاي اللي انا جيت قسته هنا، اللي انا عملت له ميجر قسته. تمام. يبقى الفوليوم هيساوي نون اماونت اوف الضاي على كونسنتريشن اوف الضاي، كونسنتريشن اوف الضاي. تمام. يبقى ده كده الفوليوم. تمام. عايز اعمل ماركر على القانون ده كده، عشان القانون ده مهم، ممكن يجي عادي جدا في سؤال ام سي كيو. يبقى الحجم اوف الفلويد، الفوليوم اهو كملها كده، فوليوم اوف فلويد بيساوي ايه؟ هقول له فوليوم اوف فلويد بيساوي الكتله اللي انا حطيتها في الحقنه بتاعت الضاي، اللي هو نون اماونت اوف الضاي، على الكونسنتريشن اوف الضاي اللي انا قسته. تمام كده يا اولاد. اهو هنا بيقول لك القانون اهو، ان الفوليوم اوف الفلويد بيساوي الاماونت اوف الضاي على الكونسنتريشن اوف الضاي. يبقى تعالى بقى كده معايا راجعها لاخر مره، البرنسبل بيقول ايه؟ او البرنسبل اسمه ايه؟ بيتسمى، مش انا بستخدم صبغه ضاي فسموه ضاي دايليوشن تكنيك، بستخدم ضاي فاسمه ضاي دايليوشن تكنيك، ضاي دايليوشن تكنيك. بعمله ازاي؟ بجيب كميه معلومه من الضاي او الانديكيتور وانجكتد في البادي اهو، يبقى النون اماونت اوف الضاي، وبحطها في حقنه وبروح احقنها في البادي في جسم الانسان. طيب بعد كده الضاي الصبغه ديت ستاي في وان كومبارتمنت، يعني مثلا الصبغه ديت هتروح تقعد في الاكسترا سيلولار فلويد. طيب هروح اقيس؟ لا، استنى عليها شويه. تمام. انف تايم، انف تايم از الاود، بسمح لها بانف تايم، وقت كافي عشان يحصل ايه؟ يونيفورم ديستريبيوشن، عشان تتوزع في هذا الكومبارتمنت. طب بعد كده هروح لهذا الكومبارتمنت وليكن الاي سي اف، وهحسب ايه يا اولاد؟ هحسب الضاي كونسنتريشن، الكونسنتريشن اوف الضاي. تمام. طيب بعد ما حسبت الكونسنتريشن اوف الضاي، هروح بقى اشوف القوانين بتاعه الفيزياء اللي بتقول لي الحجم بيساوي الكتله على التركيز. يبقى الفوليوم اوف الفلويد ده اهو هيساوي الكتله اللي انا حقنها، اللي هي النون اماونت اوف الضاي، على التركيز اللي انا قسته من شويه اللي هو الكونسنتريشن اوف الضاي. تقسم النون اماونت اوف الضاي على الكونسنتريشن اوف الضاي يدي لك الفوليوم اوف فلويد. تمام يا اولاد. طيب حد جدع فاكر الفوليوم اوف فلويد بتاع التوتال بودي فلويد، توتال بودي فلويد قد ايه؟ من 40 ل 42 لتر لو الشخص ده وزنه 70 كيلو. طيب كده قلنا البرنسبل، تعالى كده نشوف اللي عليها الدور. بيقول لك الكاركتر اوف الانديكيتور، ايه هي خواص الانديكيتور؟ مبدئيا كده ماده هحقنها في جسم الانسان، ينفع عدي الانسان ماده سامه تموته؟ ما ينفعش، يبقى لازم تكون نون توكسيك، يعني غير سامه، لازم تكون نون توكسيك يعني غير سامه. طيب هل اديها له فتفضل ساعات لحد ما تروح مثلا الاكسترا سيلور فلويد؟
لا انا عايز حاجه بتتنقل بسرعه، فبيقول لك انا عايزها رابيدلي وايفنلي ديستريبيوتد ثرو كومبارتمنت. يا عم احفظ بس، لو انت عايز تشطب على الكلام عشان تذاكر اشطب على الكلام كله وسيب بس ايه رابيدلي ديستريبيوتد، يبقى بتتوزع ايه، بتتوزع بسرعه. طيب الحاجه الثالثه نوت متابولايزد. يعني ايه نوت متابولايزد؟ يعني ما بتتكسرش. تمام، يعني انا دلوقتي ان انا هدي حقنه مثلا وانا مستني اقيس التركيز بعد شويه، فالحاجات دي بتتكسر، طب ما التركيز اللي انا هقراه هيبقى غلط صح؟ يبقى not metabolized لا تتكسر، ما بيحصلهاش متابوليزم. طيب not rapidly excreted يعني ما بيحصلهاش excretion او اخراج بسرعه. تمام، ممكن يحصل لها اخراج مع ايه، مع البول، مع العرق صح؟ لا هي الاكسكريشن بتاعها بيكون بطيء. طيب اخر حاجه واهم حاجه ان هي تكون ايزلي ميجرد. ما انا دلوقتي هحقن ماده والماده ديت هي اللي انا هبتدي ايه، هي اللي هبتدي اقيس التركيز بتاعها، يبقى ما تروحش تجيب لي ماده ما بعرفش اقيس تركيزها صح، اجيب ماده سهله وبسيطه ان انا اقدر اعرف التركيز بتاعها بعد ما احقنها. تمام، يبقى الخصائص بتاع الانديكيتور التاني مع بعض، رقم واحد نون توكسيك غير سامة، رقم اتنين رابيدلي ديستريبيوتد، رقم اتنين تلاتة نوت متابولايزد، اربعة نوت رابيدلي اكسكريتد، خمسة ازلي ميجرد. تمام كده يا ولاد؟ طيب انزل بقى معايا على الصفحة اللي بعدها وبيقول لك الميجرمنت اوف الووتر، يعني قياس الفلويد اللي في الجسم. طيب عايزك تركز معايا كده، نرسم رسمة نفهم منها. فاكر يا حبيب قلبي لما كنت بقول لك ان التوتال بادي فلويد كان بيساوي ايه؟ التوتال بادي فلويد، هتقول لي التوتال بادي فلويد ده كان بيساوي الاكسترا سيلولار فلويد، الفلويد اللي خارج الخليه، زائد الانترا سيلولار فلويد يعني الفلويد اللي هو ايه، اللي هو داخل الخليه. طيب كلام جميل، هل يا دكتور اقدر ان انا اقيس التوتال بادي فلويد؟ اه عادي جدا تقيس التوتال بادي فلويد. طيب هتقيسها ازاي توتال بادي فلويد؟ يلا من تاني، تعال ارسم لك نفس الرسمه، التكرار بيعلم الشطار. انا كان معايا خليه اهي سيل، تمام، دي خليه سيل. طب اللي جوه الخليه بيسموه ايه؟ اللي جوه الخليه بيسموه انترا سيلولار فلويد، لكن اللي بره بيسموه اكسترا سيلولار فلويد. يبقى اللي بره هنا بيسموه اكسترا سيلولار فلويد، هنا كده اللي هو بره الخلايا. تمام، طيب ولو انا رحت رسمت خلية تانية برضو اللي داخل الخلية التانية هيبقى اسمه ايه؟ برضو هيبقى اسمه انترا سيلولار فلويد. تمام يا اولاد؟ طيب دلوقتي انا عايز اعرف التوتال بادي فلويد. طيب ازاي اقيس التوتال بادي فلويد؟ لو حد شاطر يركز معايا كده، الحاجات ديت كنت بحب السناتر والله ولاد، ليه؟ بيبقى فيه تفاعل كده. دلوقتي انا عايز اقيس الفوليوم بتاع كله، كله يعني ايه؟ يعني التوتال بادي فلويد يعني الاكسترا سيلولار فلويد زائد الانتراسيلولار فلويد. طب اقيسه ازاي ده يا دكتور؟ اقول لك تقيسه ازاي يا سعاده الباشا. انا دلوقتي هروح احقن ماده، بس لازم تكون الماده دي من خصائصها ان هي ديستريبيوتد في المكانين، الاكستراسيلولار فلويد والانتراسيلولار فلويد. لو انا جبت ماده بيحصل لها ديستريبيوشن في المكانين، اذا في الحاله ده هتروح المادة او الضاي اللي انا جايبها ديت هتتوزع هنا
ثم تتوزع هنا، يبقى هي اتوزعت في ايه؟ اتوزعت في التوتال بودي فلويد. اذا دلوقتي لما هدي كميه معينه وبعد كده اجي اقيس التركيز، يبقى خلاص اقسمهم على بعض يطلع لي الحجم، صح كده؟ يبقى انا دلوقتي التوتال بودي فلويد، هل اقدر اقيس التوتال بودي فلويد؟ قال لك اه تقدر تقيس التوتال بودي فلويد. تمام، هات بس كده الرسمه التوضيحيه ديت، ننقلها بعيد شويه عشان محتاج السبوره اللي فوق دي. التوتال بودي فلويد يا اولاد، قال لك والله تقدر تقيس التوتال بودي فلويد، لان احنا عندنا انديكيتور، هذه الانديكيتور نقدر ان هي تدخل الاكسترا سيلور فلويد وبعدها الانترا سيلور فلويد، فهي بتنتشر في البودي كله، الجسم كله. طيب ايه بقى المواد اللي هي بتنتشر في كل البودي؟ عندي ماده اسمها ديتيريوم اوكسايد، ديتيريوم اوكسايد، يبقى عندي ماده اسمها ديتيريوم اوكسايد. طيب عندي ماده اسمها، وخلي بالك الديتيريوم اوكسايد دي اختصارها دي تو او. تمام، طيب عندي ماده تانيه اسمها الهيفي ووتر، الهيفي ووتر. تالت ماده اسمها التريتيوم اوكسايد، تريتيوم اوكسايد. تمام، التلات مواد دول يا اولاد من خصائصهم ان هم، بص معايا كده، بيدخلوا الاي سي اف وكمان يدخلوا الاي سي اف، يبقى هم كده دخلوا في الايه؟ دخلوا في كل البادي فلويد، علشان كده اقدر من خلال هذه المواد اللي انا اقيس التوتال بادي فلويد فوليوم. تمام، طيب كلام جميل دكتور، هل اقدر، سؤال بقى يعني انا عايزك تركز معايا، انت اللي هتجاوب، بس هات كده الحته ديت هنا كده عشان ايه نكتب كل حاجه ايه بشكل لطيف كده. دكتور عايز حد يجاوب السؤال ده معايا، هل زي ما قست التوتال بادي فلويد اقدر اقيس الاكسترا سيلولار فلويد لوحده؟ هل اقدر اقيس الاكسترا سيلولار فلويد لوحده؟ اه اقدر اقيس. طب امتى اقدر اقيسه؟ تعالى على الرسمه كده، اقدر اقيس الحجم بتاع الاكسترا سيلولار فلويد لو انا حقنت الماده الدايده اهي ان هي تروح تنتشر في الاكسترا سيلولار فلويد فقط لا غير، يعني ما تدخلش الخليه، ما تروحش للانترا سيلولار فلويد. اذا دلوقتي هي كل الصبغه اللي انا صبغتها موجوده فين بس؟ في الاكسترا سيلولار فلويد. يبقى انا دلوقتي اقدر اقيس التركيز في الاكسترا سيلولار فلويد، وطبعا معايا الاماونت معلومه، فاقسم الاثنين على بعض يديني الفوليوم بتاع الاي سي اف. تمام، طيب ايه هي بقى الانديكيتور اللي تروح للاي سي اف وما تدخلش جوه الخليه؟ بص سهلين سهلين بتوع الاي سي اف، الثلاثه سهلين، اكتب لي عليهم البايو، السكريات او النشويات. عندي سكر اسمه الانولين، وعندي سكر اسمه مانيتول، وعندي سكر اسمه سكروز. التلات مواد دول يا اولاد من خصائصهم ان هما يبقوا موجودين بس في الاكسترا سيلولار فلويد، ولكن صعب يدخلوا الانترا سيلولار فلويد. تمام، اذا هقدر اقيس ميجرمنت او قياس صحيح للاي سي اف. طب جبت التركيز وانا معايا اصلا الكتله، الكتله اللي هو الحجم، الكتله اللي هو اللي انا حاططها في الحقنه، يبقى انا دلوقتي ايه هقول ايه؟ هقول الكتله على التركيز هيديني ايه؟ هيديني الحجم، حجم الاكسترا سيلولار فلويد. تمام كده يا اولاد؟ طيب
ده الشرح. تعال بقى كده نقرأ، تعال كده نشوف الميجرمنت اوف الووتر. بيقول لك اما اقيس التوتال بادي ووتر او اقيس الاكسترا سيلر فوليوم بس، تمام؟ الاكسترا سيلر فلويد. طيب التوتال بادي ووتر ده هقيسه ازاي؟ قلنا بالانديكيتور اللي هي بتنتشر في الاثنين، اللي هي ديستريبيوتد في الانترا سيلر فلويد زائد الاكسترا سيلر فلويد. كانوا مين بقى؟ كان في ديتيريوم اوكسايد، كان في ديتيريوم اوكسايد اللي هو الدي تي او، كان في هيفي ووتر، كان في تريتيوم اوكسايد، وفي كمان امينو بايريدي. طيب الحاجات دي خصائصها ان هي بتنتشر في الاي سي اف فقط ولا في الاي سي اف والاي سي اف؟ حبيبي مش انا بقول لك التوتال بادي ووتر يبقى لازم الاثنين مع بعض، لازم تنتشر في الاثنين، في الاي سي اف زائد الاي سي اف، تمام كده؟ طيب الحاجات بقى اللي بتقيس الاي سي اف فوليوم بس، يبقى الحاجه ديت بتنتشر في الاكسترا سيلر فلويد بس ما بتدخلش جوه الخليه، ما بتدخلش للانترا سيلر فلويد، تمام؟ طيب زي ايه؟ اكتب لي جنبها كده زي السكريات. الانولين ده في شابتر الكربوهيدرات في البايو، هو والمانيتول والسكروز، شابتر الكربوهيدرات اللي هو السكريات يعني، تمام؟ طيب الحاجه دي بتقيس كله ولا بتنتشر فقط في الاكسترا سيلر فلويد؟ بتنتشر فقط في الاكسترا سيلر فلويد، اذا هي تقيس الاكسترا سيلر فلويد فوليوم فقط، يبقى هي بيقول لك ديستريبيوتد فقط في الاي سي اف، يبقى هي تقيس بس مين؟ تقيس بس الاي سي اف فوليوم، تمام يا شباب؟ ركز يا بطل، صحصح يا بطل، فوق يا بطل حبيبي. طيب تعالى بقى بيقول لك عايزين نعمل ميجرمنت للانترا سيلر فلويد فوليوم. هنا المشاكل بقى. ليه المشاكل؟ تعال اقول لك ليه المشاكل. انا قدرت يا اولاد من شويه ان انا اقيس توتال بادي فلويد، ليه؟ لان كان عندي ماده بتنتشر الاول هنا في الاكسترا سيلر فلويد هنا، وبعدين بتدخل كمان داخل الخلايا فانتشرت كمان في الانترا سيلر فلويد، تمام؟ فدي من خلال الماده ديت قدرت اني اقيس التوتال بادي فلويد، تمام كده؟ طيب كلام جميل. طيب لو انا جيت بعدها بشويه، جيت بعدها بشويه قلت لك ايه؟ قلت لك ان في ماده بتنتشر فقط في الاكسترا سيلر فلويد بس مش بتدخل الخليه، يبقى الماده دي اقيس بها ايه؟ هقيس بها الاي سي اف الاكسترا سيلر فلويد فوليوم فقط، صح؟ طيب انا بقى عايز حاجه تقيس لي الانتراسيلر فلويد فوليوم الاي سي اف، مفيش حاجه كده. ليه؟ لان اي حاجه عشان تدخل جوه الخليه لازم تعدي من هنا الاول، فهي تنتشر هنا الاول ثم تنتشر هنا، صح كده؟ طيب لكن مفيش حاجه تنتشر جوه الخليه على طول اوتوماتيك، صح كده يا اولاد؟ طيب علشان ما فيش حاجة بتنتشر داخل الخلية اوتوماتيك، فقال لك مش هعملها بطريقة مباشرة، يعني انا لو عايز اعرف حجم الانتراسيلر فلويد مش هجيبها بطريقة مباشرة. امال هجيبها ازاي؟ بسيطة بسيطة. مش انت عارف ان انا عندي التوتال بادي فلويد او التوتال بادي ووتر كان بيساوي ايه يا اولاد؟ التوتال بادي فلويد، التوتال بادي فلويد كان بيساوي الاكسترا سيلولار فلويد اللي هو ده زائد مين؟ زائد دول، تمام؟ زائد الاي سي اف، تمام كده؟ زائد الاي سي اف، تمام يا اولاد؟ طيب انا دلوقتي لو عايز اقيس الاي سي اف مش عارف يا دكتور اقيس الاي سي اف، ليه؟ لان مفيش حاجه بتدخل على البلازما عدل وتقعد في البلازما لوحدها. هو ممكن حاجه تدخل البلازما بس لازم تعدي هنا برضو، تعدي على الاكسترا سيلولار فلويد، لكن في حاجه تقعد في البلازما في انا اسف تقعد في السل انا اسف تقعد في السل لوحدها كده؟ لا مفيش حاجه تقعد في السل لوحدها كده، تمام؟ طيب امال يا دكتور لو انا عايز احسب الاي سي اف ديت اعمل ايه؟ هقول لك على حاجه،
مش انا بقدر احسب التوتال بادي فلويد؟ اه ليه؟ لان كان عندي حاجات بتنتشر في التوتال بادي فلويد اللي هم دول الديتيريوم اوكسايد الدي تي او والهيفي ووتر والتريتيوم اوكسايد، تمام، والامينو بيريدين كمان، اكتب لي عليها الامينو بيريدين. مش الحاجات دي الاربعه دول كانوا بينتشروا في الاثنين؟ يعني كانوا بينتشروا هنا في الاكسترا سيلور فلويد وبعدين ينتشروا كمان في الانترا سيلور فلويد، فكنت بقدر اقيس الحجم بتاع كل البادي فلويد. فقال لك والله روح احسب الاول التوتال بادي فلويد ده، تمام. طيب الاكسترا سيلور فلويد اللي هو ده اللي هو ده الاكسترا سيلور فلويد اللي هو ده اقدر احسبه لوحده؟ اه، لان عندي ثلاث مواد اللي هم السكريات اهم، اللي هم الانولين والمانيتول والسكروز. الحاجات دي بتنتشر فقط في الاي سي اف الاكسترا سيلور فلويد، تمام، يبقى هتنتشر هنا بس، فاقدر اقيس الاي سي اف لوحده. يبقى ده كمان هقدر ان انا ايه، هقدر ان انا اقيسه لوحده. طيب انت معاك معادله اهي، ناقصك مين في المعادله؟ الاي سي اف اهو. يبقى الاي سي اف ده هيساوي ايه؟ هنطرحهم بقى من بعض، صح؟ يبقى انا دلوقتي ممكن اجيب الاي سي اف بس بطريقه غير مباشره. يبقى الميجرمنت اوف الانترا سيلولار فلويد الاي سي اف، اكتب عليه بالعربي كده، بحسبه بطريقه غير مباشره. طب ايه هي الطريقه الغير مباشره؟ ان انا بحسب التوتال بادي ووتر واطرح منهم الاكسترا سيلولر فلويد، يبقى هيديني في الحاله ديت مين؟ الانترا سيلولر فلويد فوليوم اللي هو الاي سي اف فوليوم. تمام كده يا اولاد؟ في اي حاجه صعبه ولا اي حاجه صعبه؟ تمام. الجزء ده الناس بتستصعبه، بس انا الحمد لله بحاول ان انا اسهله لك بقدر الامكان. طيب اخر حاجه بيقول لك الميجرمنت اوف البلازما فوليوم. فاكر البلازما؟ فاكر الرسمه ديت؟ مش الرسمه ديت كنت قبل كده زودت لك قلت لك ان الاكسترا سيلولر فلويد ده اصلا في بلازما وفي انترستيشال فلويد، تمام. طيب انا عايز اقيس بقى الفلويد اللي فين؟ اللي في البلازما نفسها. طيب عايز اقيس الحجم الفلويد اللي في البلازما، يبقى طبيعي اشوف حاجه تقدر ان هي تمسك في مكون من مكونات البلازما، تمام. مش انت عايز تقيس حجم الفلويد اللي في البلازما، شوف ماده تمسك في مكون من مكونات البلازما. طيب تعالى كده نشوف ايه الحاجات اللي ممكن تمسك في مكون من مكونات البلازما. بيقول لك البلازما فوليوم ميجرد باي حاجه من اتنين، حاجه من اتنين، اما صبغه اسمها الايفان بلو، الايفان بلو داي، ودي تستخدم ليه يا دكتور؟ في قياس الفوليوم اوف فلويد داخل البلازما. قال لك لان الايفان بلو ديت بتمسك في البلازما بروتين، البروتينات اللي هي داخل البلازما. طيب او في طريقه تانية غير الايفان بلو، باي انجكتنج سيرم البيومين. هحط سيرم البيومين، والسيرم البيومين ده اصلا الالبيومين ده من البروتينات بتوع البلازما، تمام، فالمفروض ان هو هيدخل في البلازما. طيب بس بيقول لك يعني انا عشان اعرف اقيسه لازم اعلمه، تمام، احط له علامه كده عشان اقدر اقيسه، عشان اقدر افرق ما بينه وما بين الالبيومين الطبيعي اللي موجود في الجسم، تمام. طب انا هعلمه ازاي؟ بنعلمه بحاجه اسمها الراديو اكتيف ايودين اللي هو الايودين المشع، الايود المشع، تمام. يبقى انا دلوقتي لو عايز اعمل ميجرمنت للبلازما فوليوم عندي طريقتين، اما الايفان بلو، والايفان بلو لانه بيمسك في البلازما بروتين، او
سيرم البومين، بس لازم اكون معلمها، لازم اخليها راديو اكتيف ايودين، تمام؟ اعلمها بالراديو اكتيف ايودين، بالايود المشع. تمام كده يا ولاد، كده شرحنا الحصه ديت. اتمنى الناس تذاكر الحاجه اول باول، واللي محتاج اي حاجه يكلمني، واللي محتاج اي خدمات يبعت لي على الواتساب بتاعي 010-272-39-967. اتصل او ابعت مسج على الواتساب وانا مش هرد عليك. بهزر. شكرا يا ولادي، الف سلامة يا ابطال. حبايب قلبي، فاصل اعلاني كده. ازاي تنضم للقناة عندنا عشان تقدر تتابع كل حاجة بالترتيب باذن الله؟ هتفتح التليجرام عندك وهتدخل في السيرش، انا عامل القناة عامة عشان اي حد يقدر يدخلها. تكتب بس كده دكتور اشرف، تمام؟ طبعا انت دفعة 63، اكتب 63 بس كده، تمام؟ او ممكن تكتب برضو بالعربي كلمة العلامة 63، القناة تظهر معاك، لان انا عاملها عامة عشان تقدر توصل لها باسرع وقت. هتدخل على القناة، تمام؟ وطبعا هتعمل انضمام للقناة. طيب الطريقة بتاعت الاسكان، هتدخل على الكيو ار كود، وهتيجي على الكيو ار كود ده كده، وهتعمل اسكان للكيو ار كود عشان تقدر برضو تنضم للقناة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل كده يا شباب في محاضرة الفسيولوجي، وبنشوف دلوقتي حاجة اسمها البادي ووتر. طيب يعني ايه البادي ووتر يا حبيبي؟ البادي ووتر يعني المية اللي داخل الجسم، المية اللي داخل الجسم. طبعا نسبة المية اللي داخل الجسم طبيعي اقول لك ان هي بتتفاوت على حسب الشخص ده، هل هو ذكر، هل هي انثى، هل كان راجل كبير في السن، هل كان تشايلد اقل من 5 سنين، بتختلف على حسب السن. فقال لي والله انا عندي نسب الميه دهيت، هحفظها الاول كده معايا بالترتيب كده. احفظ معايا 50%، 60%، 70% ديكريز، دي يعني تقل. احفظ النسب دي معايا، احفظك النسب عشان مهمه جدا لازم تحفظها، وبعد كده هفهمك كل حاجه. طيب قال لي الخمسين في المية دي بتكون نسبة المية في الفيميل اللي هم الستات او البنات، نسبة المية فيهم بتكون حوالي كام؟ قال لي نسبة المية فيهم بتكون حوالي 50%. طيب بعد الفيميل الميل، 60% دول نصيب الميل اللي هو الرجل، يبقى الفيميل ست بتبقى 60 او بتبقى 50% من جسمها مية، الست نص جسمها مية، بينما الرجل اللي هو الميل، الرجل ده بيبقى كام؟ بيبقى 60% من جسمه عبارة عن مية. طيب 70% قالك ده بيبقى بالنسبة للتشايلد اللي هو الطفل، الطفل بيبقى نسبة المية في جسمه عالية، لأن طبعا الأطفال يعني معظم أكلهم سوائل، سواء حتى لو كان بيرضع أو كده، ما هو سائل برضه، اللبن ده سائل صح؟ فمعظم الأطفال أكلهم بيبقى سوائل، عشان كده بلاقي إن نسبة المية في التشايلد عالية وبتوصل إلى 70. عكس التشايلد يا شباب الأولد إيدج. الأولد إيدج يعني إيه؟ المسن او الكبير في السن يعني، او العواجيز، تمام؟ قال لك دول بلاقي ان نسبة المية في جسمهم بتقل، decreased. حتى تلاقي الناس العواجيز بعد يعني بيوصلوا بعد الستين وكده بيحصل لهم جفاف، لان نسبة المية في جسمهم بتبتدي ان هي، يا شباب، بتبتدي ان هي تقل. تمام كده؟ يبقى انا عندي البادي ووتر، الارقام دي حفظ، واكتب لي عليها وانت بتذاكر في الورق، مهم جدا. اكتب لي عليها كده نار يا حبيبي نار، اكتب لي عليها كده نار يا حبيبي نار، يعني مهمة جدا في الامتحان. احفظهم زي ما حفظتهم لك، 50-60-70 ديكريز، 50-60-70 ديكريز. دي الخمسين يبقى الفيميل، الستين يبقى الميل، السبعين في المية
يبقى التشايلد الطفل اللي عمره اصغر من 5 سنوات، وديكريزد فين؟ ديكريزد في الاولد ايدج، الناس بقى في سن كبير لتخطو 60 سنه والكلام ده. تمام يا شباب؟ يبقى ديت نسبه الوتر في الجسم بالنسبه للاشخاص وبعضها. في معلومه، المعلومه ديت مهمه جدا وبتيجي في الامتحانات كتير جدا، وعايزك تبقى تكتب لي عليها مهم وانت بتذاكرها، ان البادي ووتر ده يا شباب يعني نسبه الميه في الجسم اللي بتتناسب عكسيا مع نسبه الفات اللي في الجسم. الكلمه دي مهمه جدا جدا جدا، البادي ووتر بتتناسب عكسيا مع نسبه ايه؟ مع نسبه الفات. يعني ايه الفات؟ يعني الدهون في الجسم. يبقى دلوقتي البادي ووتر بتتناسب عكسيا مع مين يا شباب؟ مع الفات. تتناسب ايه؟ تتناسب عكسيا. طيب يعني ايه تتناسب عكسيا؟ يعني العكس، ماشيه بالعكس. يعني لما اقول لك في واحد اوبيز وأوبيز يعني تخين، وتخين يعني الفات في جسمه نسبتها عالية، صح؟ كل ده معنى واحد، أوبيز يعني تخين يعني الفات في جسمه عالية، يبقى الفات عنده كده إيه؟ عالية. واحد الفات عنده عالية، وأنا قايل لك إن الفات تتناسب هنا إيه؟ مع البادي ووتر إيه؟ عكسية، صح؟ مع التيشو ووتر تتناسب عكسية. قال لك علشان كده الشخص اللي عنده فات كتير او دهون كتير او تخين، تلاقي ان نسبه التشو ووتر عنده قليله، نسبه الميه اللي في الانسجه عنده مالها قليله. يبقى دلوقتي النسبه بين الفات والووتر عكسيه. والله كل ما كان تخين الفات كتير، الفات كتير، كل ما كان تخين الفات كتير كل ما الووتر بتقل. طب العكس، لو هو كان رفيع مفيش فات الوتر ملا، الوتر بتزيد. يبقى العمليه ماشيه تناسب عكسي، والنبي تحفظ لي المعلومه دي، والنبي تحفظ لي كده اهو ان التشو ووتر، التشو ووتر هتقولي تتناسب عكسيا مع مين؟ مع التشو فات، مع نسبة الدهون اللي في الجسم. تحفظها زي اسمك كده. الجزئية دي كلها يا شباب مهمة جدا، يلا نراجعها. 50 60 70 ديكريز، دي 50 يبقى مين؟ الفيميل. الست نص جسمها مية. 60 الميل. 70 التشايلد. الديكريزد في العواجيز، يبقى 50 60 70 ديكريزد. 50 الست نص جسمها ميه، 60 الميل، 70 التشايلد. طب الديكريزد يبقى في الاولد ايدج، وقلنا ان التشو ووتر تتناسب عكسيا مع ايه؟ مع التشو فات. حلو كده يا شباب؟ كلام جميل. تعالى كده نشوف تعريف، بيقول لك الووتر بالانس. والووتر بالانس ممكن يجي لك في سؤال يقول لك ايه هو الووتر بالانس، هتكتب له الديفينيشن سهل خالص. ووتر اللي هي الميه، طب بالانس اللي هو ايه؟ تعادل او توازن، صح؟ قال لك في توازن في الميه. طب ايه التوازن ده؟ ناتج عن ايه؟ هو يعني ايه توازن؟ يعني نسبه الميه اللي في جسمك ثابته. طب هي نسبه الميه في جسمي ثابته ازاي؟ ده انا بروح اشرب لتر ميه وبشرب مش عارفه ايه، وممكن في تفاعلات في جسمي تكون شويه ميه صغيرين كده ولا حاجه، صح؟ طب ما الميه عماله بتزيد اهي. لا، طب ما انت برضو بتخرج، سواء مثلا بتخرج عن طريق اليورين مثلا البول، سواء بتخرج عن طريق العرق، صح؟ قال لك اهي النسبه اللي انت بتدخلها بتساوي النسبه اللي انت بتخرجها، النسبه اللي بتدخل جسمك من الميه بتساوي النسبة اللي بتخرج من جسمك، تمام كده؟ طيب يبقى الووتر بالانس ديت هقول له ايه؟ هقول له الووتر انبوت،
يعني ايه وتر؟ انبوت يعني اللي داخل، ان يعني داخل، هقول له تساوي الوتر اوت بوت. اوت يعني ايه؟ لما اقول لك اوت يعني خارج، صح؟ يبقى نسبة الوتر انبوت، وفي حاجة اسمها الوتر اوت بوت. الوتر انبوت يعني المية اللي بدخلها جسم. طب الوتر اوت بوت يعني المية اللي هخرجها بره جسمي. حلو كده؟ طيب قال لك لو عايز تدي تعريف للووتر بالانس سهل خالص، هقول له ان الووتر انبوت يساوي، او يساوي ايه؟ ممكن تقول له نيرلي ايكوال. نيرلي ايكوال، ايكوال يعني يساوي، ونيرلي يعني تقريبا. تمام؟ يعني هقول له ان الووتر انبوت يساوي تقريبا الووتر اوتبوت. يبقى لو قال لي اديني تعريف للووتر بالانس، هقول له ايه؟ اقول له ان الووتر انبوت الميه اللي داخله جسمي نيرلي ايكوال تساوي تقريبا الووتر اوت بوت، يعني الووتر اللي خارجه بره جسمي. تمام كده؟ طيب يبقى ده التعريف خلصنا منه دلوقتي. طب تعال بقى كده نشوف الووتر انبوت ونشوف الووتر اوت بوت. الووتر انبوت الميه اللي هي داخله جسم الانسان، اللي انا هدخلها جسم، ممكن تكون جايه منين وممكن تكون جايه منين؟ قال لك الحاله الاولانيه ممكن تكون اكسوجينوس، ممكن تكون ايه؟ اكسوجينوس، او ممكن تكون اندوجينوس. يبقى ممكن تكون اكسوجينوس او ممكن تكون ايه؟ اندوجينوس. طب يعني ايه اكسوجينوس؟ كلمه اكسو يا شباب، اكسو ديت يعني جايه من خارج الجسم، يعني كلمه اكسوجينوس ديت يعني ميه مصدرها خارج الجسم، زي بالظبط الميه اللي انت بتشربها، ما انت جايبها من خارج الجسم وبتدخلها، صح؟ يبقى اكسوجينوس يعني جايه من خارج الجسم، اكزو يعني جايه من بره. طيب اندوجينوس يعني مصدرها داخلي، اندو عكسها بقى، عكس خارج ايه؟ داخل. فاندوجينوس يعني جايه من مصدر داخلي. فقال لك الاكسوجينوس ده اللي انت جايه من بره، يعني مثلا انت بتشرب ميه مثلا، قال لك دي نسبه، تمام؟ والاندوجينوس قال لك في شويه ميه بتصنعه داخل جسمك، تمام؟ ودول بيسموهم انتوجينوس. طيب هو الووتر انبوت كله كام؟ يعني الميه اللي الشخص بيشربها في اليوم، او الميه اللي بتصنع في جسمه، كل الووتر انبوت كل اللي داخل في جسم الانسان حوالي كام؟ قال لك كل اللي داخل حوالي 2400 مللي. حوالي كام؟ 2400 مللي. طب والووتر اوت بوت نفس الكلام، قال لي 2400 مللي. يبقى الووتر انبوت بيساوي الووتر اوت بوت بيساوي كام؟ الاثنين بيساوي 2400 مل. طب تعال كده نشوف الووتر انبوت اللي هم 2400 دول. قال لي والله ال 2400 دول يا شباب 2200 مللي بتاخدهم اكسوجينوس، يعني بتاخدهم بمصدر خارجي، يعني بتاخدهم من ميه كده من خارج جسمك خالص، مصدر خارجي وبتشرب. دول حجمهم كام؟ 2200 مللي. طيب الاندوجينوس دول بقى ايه؟ قال لي الاندوجينوس دول بيصنعوا داخل التشو بتفاعلات اسمها الميتابوليزم، ودول بيبقوا كام؟ باقي ال 2400 فاضل لك كام؟ فاضل لك 200 مللي، يعني نسبه صغيره خالص. يبقى الووتر انبوت، الووتر انبوت عندي دلوقتي اكسوجينوس يعني من مصدر خارجي، ودول نسبتهم 2200 مللي، وعندي الاندوجينوس يعني داخل الجسم مع نفسه، ودول نسبتهم 200 مللي. طيب تعال كده نشوف الووتر اوت بوت، الميه بقى اللي انت بتخرجها بره جسمك، تمام؟ حجمها قد ايه كلها؟ 2400 برضه. ما هو لازم اللي داخل 2400 لازم الجسم يخرج 2400 برضه، علشان تفضل نسبة المياه في جسمك هي ال 40 ل 42 لتر، صح؟
طيب الووتر اوت بوت يا شباب ال 2400 دول عايز اقسمهم كده هم تقريبا كام؟ تعالى سؤال خالص، في حاجه اسمها insensible water loss. لص يعني ايه؟ يعني فقدان الماء، وانسنسابل يعني غير محسوس، فقدان الماء غير المحسوس، يعني انت بتفقد مية من غير ما تحس. طب ازاي ده يا دكتور؟ قال لك زي مثلا الفيبور، عارف الصبح كده وانت صغير كنت تبقى ماشي رايح الدرس كده تقوم فاتح بقك وعمل كده وتقوم مطلع دخان وتقعد تقول بقى ايه ده انا بشرب سجاير ومش عارفه ايه وشغل الاطفال ده، اهو اللي طالع من بقك ده فيبر، دخان طالع من الجهاز التنفسي، ده طالع فيه بخار ميه، اهي بخار الميه ده ووتر لوس، انت بتفقد ميه في صوره فيبر، يعني في صوره ايه؟ في صوره دخان. تمام؟ طيب ممكن تفقد ميه في حاجه اسمها بريسبيريشن، ايه بقى البرسبيريشن؟ البرسبيريشن ده يا شباب نفس الفكره برضو، بيطلع الميه في صوره بخار وبتتبخر من بين خلايا الجلد، من بين خلايا ايه؟ الجلد، بتطلع الميه وبتتبخر. ده غير العرق، العرق حاجه تانية، العرق ده بيطلع من حاجه اسمها السويت جلاند. تمام؟ يبقى انا عندي الانسنسبل ووتر لوس اللي هو فقدان الماء غير المحسوس، ده بيبقى في صورة فيبر وبرسبيريشن. النسبة كام؟ كام ملي من 2400؟ قال لي دول 700 ملي. دول كام؟ دول 700 ملي. طيب بعد كده السويتنج والستول. السويتنج يعني ايه؟ السويتنج يعني العرق، والستول طبعا عارفين الستول اكيد، السويتنج اللي هو ايه؟ العرق، والستول اللي هو البراز. تمام؟ طيب احفظهم كده اس 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 ايه اس اس، وما دام حفظتهم الاثنين زي بعض اس اس فنسبتهم زي بعض برضو 100 و100، يبقى الاس اس 100 وايه؟ 100 و100، الاس اس 100 و100. طيب يتفضل لي كام؟ ادي 700 800 900. تمام؟ يتفضل لي كام بقى كده عشان اوصل للرقم ده؟ متفضل لي 1500 مللي. قال لك ال 1500 مللي دول اللي بيخرجوا عن طريق اليورين، دول اللي بيخرجوا عن طريق اليورين، يعني بيخرجوا عن طريق البول. حلو كده يا شباب؟ الارقام حفظ، الارقام حفظ. يبقى الووتر اوت بوت ال 2400 مللي اللي هيخرجوا بره الجسم هيخرجوا في صوره ايه؟ اول حاجه انسنسبل ووتر لوس، فقدان الماء غير المحسوس، اما عن طريق فيبر دخان او برسبيريشن. تمام؟ برسبيريشن يعني ايه؟ اكتب عليها بالعربي، خروج الماء من بين خلايا الجلد. طيب بعد كده اس اس 100 100، اس سويتنج العرق يخرج 100 مللي من الميه في العرق، وايه اس ستول يخرج 100 مللي في الستول، 100 ميه 100 مللي من الميه يخرج في الستول في البراز، يتفضل لي 1500 دول اللي بيخرجوا في اليورين، دي نسبه الميه اللي بتخرج من الجسم. تمام؟ طيب الووتر انبوت نراجع عليها، يلا ال 2400 دول هقسمهم اكسوجينوس يعني جايبه من مصدر خارجي بشرب 200 او 2200 مللي، 2200 مللي، انما الاندوجينوس يعني بيتصنع داخل التيشوز في الجسم بتفاعلات اسمها الميتابوليزم، دول باقي ال 2200 اللي هم في كام؟ اللي هم 200 مللي. حلو كده يا شباب؟ حلو كده، حلوين. طيب
مين يا دكتور المتحكم في نسبة المية اللي داخله ونسبة المية اللي خارجه؟ اللي متحكم في نسبة المية اللي داخله اللي انت بتاخدها حاجة موجودة في المخ، منطقة في المخ اسمها منطقة تحت المهاد. منطقة اسمها ايه؟ منطقة اسمها تحت المهاد اللي هم بيقولوا عليها الهايبو سالاموس، اللي هي منطقة تحت المهاد. المنطقة ديت هي اللي بتخليك تحس بالعطش، يعني لو جسمك محتاج مية تقوم الهايبو سالاموس ده، في الهايبو سالاموس حاجة اسمها السيرست سنتر اللي هي مراكز العطش. مراكز ايه؟ العطش. يقولك لو انت جسمك محتاج مية تقوم منطقة تحت المهاد ده تحفز مراكز العطش علشان تخليك تشرب. يبقى اللي بيتحكم انك تخليك تشرب اللي هي مراكز ايه؟ مراكز العطش اللي في الهايبوثالاموس اللي هي تحت ايه؟ تحت المهاد. طيب مين يا دكتور اللي بيخليك تخرج الميه بره جسمك؟ قالك في عندي هرمون اسمه اي دي اتش. هرمون اسمه ايه؟ اي دي اتش. تعال نكتب خط حلو شويه كده. هرمون اسمه ال اي دي اتش. اختصار ده ايه ال اي دي اتش ده؟ قال لي اختصار لانتي دايوريتك هرمون. اختصار لانتي دايوريتك هرمون. طب يعني ايه انتي دايوريتك هرمون؟ انتي يعني مضاد، تمام؟ انتي يعني ايه؟ يعني مضاد. دايوريتك يعني اضرار البول. دايوريتك يعني اضرار البول وهرمون. طب فسر لي بقى كده انتي دايوريتك هرمون ده بيعمل ايه؟ من ترجمته هو هرمون مضاد لاضرار البول. هرمون مضاد لإضرار ايه؟ البول. يعني لو طلع في الجسم مضاد 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 لإضرار البول، يعني هيعمل ايه؟ هيقلل خروج البول او هيقلل إضرار البول، صح كده؟ فقالك الهرمون ده هو المتحكم في خروج الميه. لو انت جسمك لسه محتاج الميه تكون داخل جسمك ده يفضل مستخبي، يفضل ايه؟ مستخبي. ده في حالة ايه؟ ده في حالة لو انت عايز تخرج المية بره جسمك. لو انت عايز تخرج المية بره جسمك ده يفضل مستخبي. طب انت عايز الحالة التانية، انت عايز تخلي المية موجودة جوه جسمك ما تخرجش، يقوم الانتي دايريتك هرمون ده هو يزيد. هو الانتي دايريتك هرمون ده بيعمل ايه؟ الاي دي اتش ده بيعمل ايه؟ قالك ده مضاد لإضرار البول. انت مش عايز تخرج مية، يقوم الـ ADH يزيد، ولما يزيد يمنع خروج المية، لان الانتي دايوريتك هرمون هو مضاد لإضرار البول، يعني وظيفته من الاخر كده بيمنع خروج المية. اذا دلوقتي هو المتحكم في خروج المية من جسمك او لا؟ والله لو انت عايز المية تخرج، انت عايزها تخرج، تمام، زادت في جسمك وجسمك محتاج ان هي تخرج، يقول له استخبى استخبى، انت مالكش دعوة، تقوم المية تخرج عادي. طب انت لسه مش عايز المية تخرج من جسمك، انت مش عايز المية تخرج، انت عايز المية تفضل في جسمك شوية، يقوم الانتي دايريتك هرمون الـ ADH ده ماله يزيد. طب ولما يزيد يمنع خروج المية. يبقى المتحكم دلوقتي في الووتر اوت بوت اختار ايه؟ اختار هرمون اسمه انتي ديوريتيك هرمون. حلو كده يا شباب؟ تمام؟ في اي حاجة صعبة الارقام هحفظها، تمام؟ هحفظ طبعا ان هنا المتحكم في الووتر انبوت المنطقة تحت المهاد الهايبوثالاموس فيها السيرست سنتر مراكز العطش،
والووتر اوت بوت احفظ الارقام واحفظ ان المتحكم في الووتر اوت بوت هرمون اسمه ايه الاي دي اتش اللي هو اختصار لحاجه اسمها انتي ديوريتك هرمون. تمام. طيب كلام جميل. تعالى نشوف وظائف الفلويد الفانكشن اوف الفلويدز اللي هي وظائف الفلويدز. طيب عشان اسهل عليك الدنيا في وظائف الفلويد هنحششهم الاول ونحفظ التحشيشه وبعدين ايه نبقى نشوفهم هم. احفظ التحشيشه كده. التحشيشه بتقول لك ايه وظائف الفلويد؟ هقول له ترطب الطعام وتنظم الحراره. وظائف الفلويد ترطب الطعام وتنظم الحراره، هضم وامتصاص الطعام، هضم وامتصاص الطعام، والسيسي عمنا. السيسي ايه؟ السيسي عمنا، الرئيس السيسي اللي ما يحبش السيسي السيسي عمنا. وايه كمان؟ والكلى اللي هي الكلى. يبقى وظائف الفلويدز يلا قولها: ترطب الطعام وتنظم الحراره، هضم وامتصاص الطعام، تمام، والسيسي عمنا، والكلى. تمام كده. طيب ترطب الطعام قال لي موتشر الفود. ما موتشر ده يعني ايه؟ يعني ترطب. ليه ترطب الطعام؟ الاكل هو نازل، الاكل هو نازل في مثلا فزورك، او نازل من خلال التراكت اللي موجوده ومن يدخل في المعده. طبعا انت محتاج سوائل عشان السوائل ديت ايه تخلي الحاجه رطبه كده وتقدر ان هي تتبلع. فبيقول لك موتشر الفود، موتشر يعني ترطب الطعام. طيب وتنظم الحراره، ريجوليت تمبريتشر، بتنظم الحراره. بتنظم الحراره دي قبل كده جيت سؤال قال له هي ازاي بتنظم الحراره؟ هاو كيف؟ كانت الاجابه ان انا عندي كل جرام من الميه او كل لتر او كل واحد ملي لتر من الميه، الواحد ملي من الميه ده او الواحد جرام من الميه ده الجسم بيستخدمه او الجسم بيخرجه، قال لك ده بيسبب في لص اوف 58% كالوريز. الكالوريز دي اللي بتسبب ايه؟ الحرارة، وحدة قياس الحرارة. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي ان الواحد جرام مية لو قال لي ازاي هي الفلويدز ريجوليتد تمبريتشر، ازاي بتنظم الحرارة، هقول له ان الواحد جرام مية بيسبب لص فقدان 58% كالوريز، او ممكن تقولهم لي 6 من 10 ايه كالوريز بالتقريب يعني. تمام. طيب بعد كده هقول له بتعمل ايه؟ تساعد على دايجيشن وابزوربشن، هضم. دايجيشن يعني هضم، وابزوربشن يعني امتصاص. بتساعد على هضم وامتصاص الطعام، هضم وامتصاص الطعام. بعد كده السيسي عمنا، السيسي عمنا وعم مصر كلها. السيسي حرف السي كارير وحرف السي كيميكال، حرف السي كارير وحرف السي ايه كيميكال. طيب كارير يبقى حامل، كارير معناها ايه؟ حامل او شيال. طب بيشتل ايه او بيحمل ايه؟ الفلويدز يا اولاد بتحمل المواد داخل الدم، بتحمل المواد، تشتلها، بتنقلها من مكان لمكان داخل ايه؟ داخل البلط، داخل الدم. طيب بتستخدم في كيميكال رياكشنز، تلاقي في تفاعلات كيميائيه داخل جسمي، داخل جسم الانسان، علشان التفاعل يتم لازم يكون موجود ميه. تمام. فالفلويدز دي بتساعد على حدوث الكيميكال رياكشن. يعني كيميكال يعني ايه؟ كيميائيه، ورياكشن يعني تفاعلات، فبتساعد على حدوث التفاعلات ايه الكيميائيه. طيب بعد السيسة عمنا كان في مين؟ كان في الكلية اللي هي الكدني، الكلى اللي هي الكدني. بيقول لك الفلويدز ديت بتستخدم عن طريق الكدني، بتستخدم عن طريق الكلية. طيب ايه الكلية بتعمل ايه في الفلويدز؟ الكلام ده هنشرحه بالتفصيل في بلوك الرينال فيسيولوجي.
تمام، لسه هناخده بالتفصيل دلوقتي. بس اعرف الكليه بتعمل ايه، اعرفها ككلمات بس، انما بالتفصيل هناخدها باذن الله في بلوك الرينال، وغير مطالب بها في امتحانات دلوقتي، مطالب بها في بلوك الرينال ان شاء الله. الكليه بتعمل حاجه اسمها ري ابزوربشن. ابزوربشن يعني امتصاص، ابزوربشن يعني امتصاص. طب ري ابزوربشن يعني اعاده امتصاص، تمام. وبتعمل كمان حاجه اسمها سكريشن وحاجه اسمها فلتريشن. يبقى بتعمل ري ابزوربشن وبتعمل سكريشن وبتعمل فلتريشن. ري ابزوربشن يا شباب الميه للدم، او بترجع الفلويدز عموما يعني، او اي ماده بترجعها. ري ابزوربشن يعني اعاده امتصاص، ابزوربشن يعني امتصاص، وري ابزوربشن يعني اعاده امتصاص، تمام. طيب اعاده امتصاص قالك بترجع الميه تاني للدم، تمام. يبقى الري ابزوربشن بترجع للدم، انما السكريشن والفلتريشن دي بتطرد بقى ايه مع البول. السكريشن والفلتريشن دي بتطرد مع البول، مش عليك تعرف بتطرد مع البول وترجع والدم والكلام ده، لان ده هناخده ان شاء الله في بلوك او مديول الرينال فيسيولوجي، تمام. يبقى تاني وظائف الفلويد، احفظ التحشيشه، ترطب الطعام وتنظم الحراره، هضم وامتصاص الطعام، والسيسي عمنا والكلى. طيب يبقى ترطب موتشر الفود، تنظم ريجوليت التمبريتشر. بتنظمها ازاي؟ كل واحد جرام من الميه بيسبب لوس اوف ايه 58% كالوري. طيب دايجيشن وابزوربشن اللي هي هضم وامتصاص. طب والسي سي عمنا، السي كارير بتحمل المواد في البلد، والسي كيميكال كيميكال رياكشن التفاعلات الكيميائيه، والكلى فالفلويدز بتستخدم في عن طريق الكليه، سواء عن طريق حاجه اسمها ري ابزوربشن وسكريشن وفلتريشن. قلت لك الثلاث مصطلحات دول مش عليك دلوقتي خالص، ودول هناخدهم في البلوك بتاع الرينال فيسيولوجي باذن الله. كان معكم الدكتور اشرف البرعي العلام. شكرا لكم يا حبايب قلبي. فاصل اعلاني كده، ازاي تنضم للقناه عندنا عشان تقدر تتابع كل حاجه بالترتيب باذن الله. هتفتح التليجرام عندك وهتدخل في السيرش، انا عامل القناه عامه عشان اي حد يقدر يدخلها. تكتب بس كده دكتور اشرف، تمام. طبعا انت دفعه 63، اكتب 63 بس كده، تمام. او ممكن تكتب برضو بالعربي كلمه العلامه 63، القناه تظهر معاك، لان انا عاملها عامه عشان تقدر توصل لها باسرع وقت. هتدخل على القناه، تمام، وطبعا هتعمل انضمام للقناه. طيب الطريقه بتاعه الاسكان، هتدخل على الكيو ار كود، وهتيجي على الكيو ار كود ده كده، وهتعمل اسكان للكيو ار كود عشان تقدر برضو تنضم للقناة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، معاكم دكتور العلامة. يلا كده نشوف درس بسيط خالص بعنوان اسمه الهوميوستاسيس، والناس كانت بتشتكي منه في الورق بتاع الجامعة، لكن ان شاء الله هسهله لك جدا، وهتلاقي فعلا ان هو درس بسيط جدا جدا جدا. طيب مبدئيا كده يا شباب، الهوميوستاسيس، الهوميوستاسيس يعني ايه؟ الهوميوستاسيس، ستاسيس يعني ثبات، تمام. ستاسيس يعني ثبات. طب هوميو ديت اللي هي البيئه الداخليه في الجسم، فالهوميوستاسيس ديت اللي هي ثبات البيئه الداخليه للجسم. هي ايه البيئه الداخليه؟ البيئه الداخليه ديت يعني بتشمل مثلا درجه حراره جسمك، ما دي بيئه داخليه في جسمك، تشمل نسبه مثلا الجلوكوز في دمك، كل دي بسميها بيئه داخليه في الجسم. فهوميوستاسيس ديت اللي هي ثبات البيئه الداخليه للجسم، ثبات البيئه الداخليه للجسم ده بسميها هوميو ايه؟ هوميوستاسيس. يبقى لما ادي تعريف للهوميوستاسيس حاجه بسيطه خالص، هقول له الهوميوستاسيس ديت كيب يعني بتحافظ
كيب يعني ايه؟ تحافظ على ايه؟ على internal environment، internal يعني الداخلي و environment يعني البيئة، فهي بتحافظ على البيئة الداخلية، هتحافظ عليها تخليها ايه بقى؟ تخليها constant. constant يعني ايه؟ يعني ثابتة. يبقى انا عندي دلوقتي الهوميوستاسيس، هقول له الهوميوستاسيس ديت دي حاجة كيب تحافظ على الانترنال انفايرومنت، البيئه الداخليه بتحافظ عليها ايه؟ تحافظ عليها كونستانت ثابته. حلو كده يا شباب. طيب ايه اهميه ان احافظ على البيئه الداخليه ثابته؟ الامبورتنس قال لك الاهميه انك تحافظ على نورمال سيل فانكشن. فانكشن يعني ايه؟ وظيفه، وسيل يعني خلية، تحافظ على وظيفة الخلية نورمال يعني ايه؟ يعني طبيعية. يبقى انت بتحافظ على وظيفة الخلية انها تكون الوظيفة ايه؟ طبيعية. ده اهمية الهوميوستاسيس. طيب ايه بقى يعني بتحافظ على ايه؟ قالك ممكن تحافظ على البادي ووتر. مش انا عارف والله ان انا بيدخل جسمي 2400 ميلي، خدتها الحصة اللي فاتت، وبيخرج برضو 2400. ما هو انا دلوقتي الجسم بتاعي بيعمل هوميوستاسيس علشان يحافظ على نسبة المياه اللي جوه الجسم ثابتة. والله لو المياه اللي انت شربتها كتير يبقى الجسم على طول هيروح يحفز ويخرج، صح؟ ويخرج المياه بره، صح كده؟ طيب البلاد جلوكوز، يقول لك لو الجلوكوز عالي الجسم يبتدي خلاص عايز يحرقه. طب حرق شوية بس انت لسه قاعد مكانك مش بتحرق ومش بتتحرك، يبتدي يخزنه في الكبد وفي العضلات. طب خزن والمخازن خلصت، يبتدي يحوله لدهون، يبقى عمال بيتخلص منه طول ما هو عالي، عمال يتخلص منه، يحرقه بقى، يخزنه في الكبد، يحوله في صورة دهون. المهم ان هو بيتخلص ايه؟ بيتخلص منه، صح؟ البلاد بريجر، الضغط عالي، الجسم يحاول يعمل ايه؟ يحاول يقلله. البيتش عالية او قليلة، الجسم يحاول ايه؟ يظبطها. التمبريتشر سواء عالية الجسم يحاول يقللها، سواء قليلة الجسم يحاول يزودها، الجسم يحاول يظبطها. يبقى الهوميوستاسيس الوظيفة الاساسية بتاعتها ان هي تحافظ على كل الحاجات ديت في النسب المعينة اللي المفروض تكون موجودة بيها. تمام؟ يبقى الهوميوستاسيس تيجي في الامتحان في صورة ايه؟ الديفينيشن ده، التعريف ده، يقول لك keep the internal environment constant، اختار هوميوستاسيس. تمام؟ او ممكن يجيب لك تكتبها في الامتحان، سهلة خالص. لو جاب لك هوميوستاسيس اكتب له keep، يحافظ على ال internal environment، البيئة الداخلية احافظ عليها ايه؟ constant، ثابت. تمام يا شباب؟ الهوميوستاسيس يا شباب قال لي في عندي ميكانيزمز بيسموها نيجاتيف فيدباك ميكانيزمز، ميكانيزمات بيسموها نيجاتيف، وفي ميكانيزمات تانية بيسموها بوزيتيف. هناخد الفرق بين الاثنين وكل حاجة فيهم دلوقتي وامثلة. مبدئيا كده الموست كومن هما النيجاتيف. الموست كومن يعني الاكثر ايه؟ الاكثر انتشارا، يعني اللي بتحدث دايما اللي هي النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. انما البوزيتيف فيدباك ديت بيقول لي دي ليس كومن، يعني مش موجوده كتير. ده اول فرق بين الاثنين. طيب ايه بقى الفرق بين دي ودي؟ يعني دي بتشتغل ازاي ودي بتشتغل ازاي؟ قال لي النيجاتيف فيدباك ميكانيزم دي بتشتغل عن طريق ان هي كيب الانفايرومنت كونستانت، تحافظ على البيئة الداخلية كونستانت ثابتة. ازاي يعني يا دكتور؟ هقول لك ازاي. لو انا عندي يا شباب مثلا 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 يعني درجة الحرارة التمبريتشر، لقيت ان درجة الحرارة بتزيد، درجة الحرارة ايه؟ عمالة بتزيد،
يحصل نيجاتيف فيدباك ميكانيزمز. الجسم هو اللي بيعملها. الجسم يعمل ايه؟ الجسم يروح يقلل علشان يحافظ على ايه؟ علشان يحافظ على الانفايرومنت كونستنت. طيب حصل ان الضغط عالي، الضغط ايه؟ عالي، كلت حاجة علت الضغط، الجسم يرد ازاي؟ نيجاتيف فيدباك ميكانيزمز. الجسم لقى الحاجة عليت يبتدي هو يروح يعمل ايه؟ يقلل. يبقى دلوقتي لو الضغط عالي الجسم يرد ايه؟ يقلل، عشان يعمل ايه؟ يوصل نخليها كونستنت. طب العكس، العكس لو الضغط الدم قل الجسم يرد ازاي؟ يزود. طب ليه يزود؟ علشان يحافظ على كيبل انفايرومنت كونستنت. يبقى لو الحاجة عليت الجسم يرد بالنيجاتيف ازاي؟ يقلل. طب لو الحاجة قلت الجسم يرد بالنيجاتيف ازاي؟ يعلي، عشان دايما يوصل ان الحاجة تكون ايه؟ الانفايرومنت مالها كونستنت، ثابتة في توازن. حلو كده؟ طيب تعالى افهمك بامثلة عندنا في الورق، وده اهم مثال تعرفه بتاع الـ CO2 اللي هو كربون ديوكسيد، اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون. ده غاز ثاني اكسيد الكربون بيسموه كربون ديوكسيد CO2. تمام؟ في حالة الانكريزد CO2، يعني دلوقتي الدم بتاع الانسان زادت نسبة CO2 فيها، الجسم يرد ازاي؟ لو الدم بتاعي ماشي فيه CO2 كتير الجسم يرد ازاي؟ قالك الجسم يرد بهايبر فنتيليشن. هايبر يعني ايه؟ هايبر يعني زيادة، وفنتيليشن يعني تنفس. يبقى الجسم بيعمل ايه؟ زيادة سرعة التنفس. الجسم بيزود سرعة التنفس. عارف الجسم بيزود سرعة التنفس ليه؟ لما بيبقى فيه ثاني أكسيد كربون في دمك الجسم بيزود سرعة التنفس ليه؟ قال لي علشان يخرج هذا ثاني أكسيد الكربون من دمك. يبقى هو هيعمل ايه دلوقتي لما زود سرعة التنفس؟ هيعمل ووش اوت، يعني هيطرد. هيطرد مين؟ الاكسس CO2، يعني غاز ثاني اكسيد الكربون الاكسس يعني الزيادة. يبقى دلوقتي عمل ايه؟ خرج الاكسس، خرج الزيادة من CO2. يبقى CO2 دلوقتي نسبته في الدم خلاص طردت الزيادة، يبقى نسبته decreased هتقل to النورمال، هتقل الى ايه؟ هتقل الى النسبة الطبيعي. فاهمين يا شباب؟ يبقى تاني في حالة زيادة CO2 الجسم هيعمل ايه؟ هايبر فنتيليشن، زيادة في التنفس. طب الزيادة في التنفس هتعمل ايه؟ ووش اوت الكربون دايوكسيد، هطرد ثاني اكسيد الكربون. فلما اطرده CO2 في الدم decreased هيقل to النورمال الى الوضع الطبيعي. تمام كده؟ طيب نفس الفكرة بمثال تاني في حالة increased زيادة الـ EBP الاتريال بلاد بريشر، تكتب كده اتريال بلاد بريشر. الاتريال بلاد بريشر دي اللي هي ضغط الدم. دلوقتي في حالة increased الاتريال بلاد بريشر، في حالة زيادة ضغط الدم الجسم يعمل ايه؟ لقى الضغط عالي، قالك الجسم على طول يعمل ريفليكس فازو دايليتيشن. فازو ده يا شباب الوعاء الدموي اللي ماشي فيه الدم. طب ولما يعمل فازو دايليتيشن يعني ايه؟ فازو يعني وعاء، دايليتيشن يعني يوسع، يوسع الوعاء الدموي. طب هو لما يوسع الوعاء الدموي ده فايدته ايه حبيبي؟ قالك الوعاء الدموي ده لما بيوسع الضغط بيقل، ولما يضيق الضغط بيزيد،
ده حاجة طبيعية. انت لو عندك ماسورة كبيرة كده مش هتعرف تطلع المية للشقق اللي فوق، عشان كده تلاقي ماسورة المية رفيعة عشان تقدر تطلع المية لفوق، صح؟ فدلوقتي ليه بيعمل فازو دايليتيشن؟ بيوسع الوعاء، الجسم بيوسع الوعاء عشان يقلل الضغط. طب وبيعمل ايه كمان الجسم؟ بيعمل حاجتين. الحاجة التانية بيقلل الهارت ريت، الاتش ار، الهارت ريت، الهارت ريت اللي هي ضربات القلب، معدل ضربات القلب، بدل ما هو عمال يضرب بوم 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 يخليها بقى ايه بالراحة، بوم 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 بالراحة. ليه بالراحة؟ لأنه بيقلل ضربات القلب، وكل ما بتقلل ضربات القلب كل ما بيقل الضغط، صح؟ ما انا لما عمال اضخ دم اضخ دم بسرعة اكيد الضغط هيبقى عالي، انما لما بضخ دم بالراحة اكيد الضغط هيخف شوية، صح؟ يبقى الجسم هيعمل ايه لما يلاقي ان الضغط عالي؟ هيعمل فازو دايليتيشن، هيوسع الوعاء الدموي، وهيقلل الهارت ريت اللي هو معدل ضربات القلب، هيقلل معدل ضربات القلب. طب والحاجتين دول بقى لما بيقلل الهارت ريت ولما بيوسع الوعاء الدموي دول هيتسببوا في ايه؟ قال لي دول هيتسببوا ان كده الاتريال بلاد بريشر هيقل بقى ويوصل تاني للنورمال. يبقى انا دلوقتي الاتريال بلاد بريشر ضغط الدم زاد، الجسم بيرد علشان يقلله. نفس الفكره لما ثاني اكسيد الكربون زاد، الجسم عمل هايبر فنتليشن، زياده في سرعه التنفس، ليه؟ عشان يخرج وش اوت، يطرد السي او 2، يطرد السي او 2 بره، فالسي او 2 اللي في الدم تقل وترجع تاني للنورمال. شفتوا الاتنين نفس الفكره، تمام؟ يبقى النيجاتيف فيدباك اعرف ان هي الموست كومن، اعرف ان اهميتها ان هي كيب الانفايرمنت كونستنت، تحافظ على البيئه ثابته، لو حاجه قلت تزودها او حاجه زادت تقللها. واعرف مثال من المثالين دول، اعرف لك واحد كفايه. طيب البوزيتيف فيدباك بقى ليس كومن، مش موجوده قوي. طيب في منها بوزيتيف فيدباك، في منها نوعين. النوع الاولاني ديسترب. ديسترب ده يعني ايه؟ يعني هيعمل مشاكل وبلاوي. ديسترب السيل ديت يعني هيبوظ الخليه اصلا. وفي حاجات تانية بتبقى يوزفول يعني مفيد، ولكن معظمها بيبقى ايه؟ ديسترب دي، تمام. طيب تعالى نشوف بتشتغل ازاي البوزيتيف فيدباك. البوزيتيف فيدباك يا شباب قال لك لو لقيت حاجه، لو لقيت ان في حاجه في الجسم بتقل، في النيجاتيف كانت بتبص بتعمل ايه؟ لو الحاجه بتقل كانت بتعمل ايه؟ بتزودها. لا، هنا لو في حاجه بتقل تروح تقللها اكتر. يا دي المصيبه، يا دي المصيبه. طب ولو في حاجه بتزيد، لو في حاجة بتزيد قال لك تزودها أكتر. يا دي المصيبة يا أولاد، يعني لو حاجة بتقل تقللها أكتر، ولو حاجة بتزيد تزودها أكتر، بتزود التمبل. يا نهار أسود، دي البتاعة دي وحشة قوي. أه وحشة، هي الكويسة دي لأن دي اللي بتحافظ أو كيب الإنفايرومنت إيه؟ كونست. طيب إنما أنا لو لقيت حاجة بتقل تقللها أكتر، ولو لقيت حاجة بتزيد تزودها أكتر، وهنا بسميها بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. ومعظم الحاجات دي وحشة، ديسترب، هتبوظ، ما عدا في حاجة واحدة بس كده يوسفول وهقولها لكم، تمام؟ طيب يوسفول يعني كويسة مفيدة. طيب من الحاجات الوحشة في حاجة اسمها الديس سايكل، دائرة الموت. الديس سايكل دائرة الموت، يا نهار اسود، ايه اللي بيحصل في دائرة الموت دي؟ اكيد اللي بيحصل ان من اسمها موت، صح؟ بقول لك في حالات الهارت فيلير، هارت يعني قلب وفيلير يعني فشل، في حالات فشل القلب بيحصل ان القلب كفاءته بتقل. طب لما كفاءة القلب بتقل، هو القلب ده عبارة عن ايه؟ القلب ده عبارة عن المكان اللي في الحتة الشمال
اللي بيضخ الدم للجسم كله، وكلمة يضخ الدم بسميها كاردياك نسبة للكارديو القلب، او بوت يعني بيخرج. يبقى دلوقتي الكاردياك او بوت هو الدم اللي خارج من القلب للجسم كله. طب لما يبقى القلب لا قدر الله حصل هارت فيلير، حصل ضعف في القلب او فشل في القلب والقلب كفاءته قليلة، اول حاجة تحصل ايه؟ خلاص كفاءته هتقل، ووظيفته انه بيضخ دم اللي هو بسميه كاردياك اوت بوت. يبقى الكاردياك اوت بوت في حالة فشل القلب هيقل. يبقى اول حاجة في الهارت فيلير ان بيقل الكاردياك اوت بوت. طب ولما الكاردياك اوت بوت الدم اللي القلب بيضخه ده ابتدى يقل، يبقى الضغط الدم ماله؟ ضغط الدم اكيد هيقل، ما هو الدم اللي بيضخ قليل يبقى ضغط الدم اكيد بيقل. يبقى هيقل مين؟ هيقل الاتريال بلاد بريشر. طيب هو الدم ده عمال بيضخ، القلب ده عمال بيضخ ايه؟ الدم، عمال بيضخ الدم للجسم كله، المفروض ان الجسم بيرجع تاني يرجع الدم لمين؟ للقلب. طيب هو انا لما كنت بضخ القلب كان بيضخ الدم وكان في فشل، وكان بيضخ بفشل، وكان بيضخ بنسبه قليله، صح؟ ابتدى الدم يطلع بالراحه، ابتدى الاتريال بلاد بريشر ضغط الدم قليل، هل اللي هيعود هيبقى سريع او هيبقى قوي؟ وهيبقى فاشل برضه، صح؟ يبقى اللي راجع للقلب هيبقى فاشل برضه. فاللي راجع للقلب اللي بسميه ايه بقى؟ بسميه الكوروناري بلاد فلو. كوروناري بلاد فلو اللي راجع للقلب قالك ده برضه فاشل، ما هو الضغط كان قليل، فهو لما رجع برضه رجع قليل، رجع فاشل برضه، صح؟ يبقى هو رجع برضه قليل، فاللي راجع للقلب ايه؟ قليل. فيقوم اللي راجع للقلب قليل، والقلب كان محتاج الدم بس اللي راجع له قليل، يبقى القلب يحصل له ايه؟ يحصل له هارت فيلير اكتر، يحصل له هارت فيلير اكتر، فبيحصل مور هارت فيلير. مور هارت فيلير تؤدي الى الدس. تاني اجيبها لك من الاول، الدس سايكل ديت في حاله مثلا الهارت فيلير، حاله ضعف عضله القلب، ضعف عضله القلب، قول سهله خالص، ضعف عضله القلب. المفروض ان الدم اللي خارج من القلب علشان يروح للجسم كله في حالة ضعف القلب هيقل الدم اللي خارج للجسم كله، وبالتالي هيقل ضغط الدم، وبالتالي الدم لما يجي يرجع بعد كده عشان يرجع للقلب الكوروناري بلاد فلو، لما يرجع تاني للقلب هيبقى الدم اللي راجع قليل، ولما يبقى الدم اللي راجع للقلب قليل القلب هيزعل اكتر، وساعتها هيجيله مور هارت فيلير اكتر، ومور هارت فيلير تؤدي الى ايه؟ تؤدي الى ديس، الموت. طيب دي كده بتاعت الديس سايكل واعرفها. طب في يوزفل فيدباك، يوزفل بوزيتيف فيدباك، دي بوزيتيف فيدباك بس دي بقى مش موت بقى، دي حاجه حلوه. ديت هتقول لي ديورنج ليبر. يعني ايه ديورنج ليبر؟ يعني اثناء الولاده. ودي اعرفها لي اسم كده، مش عليك تشرحها ومش عليك تعرف فيها اي حاجه، اعرف لي بس ان ديورنج ليبر اثناء الولاده بيكون ايه؟ دي بوزيتيف فيدباك، يوسفول بوزيتيف فيدباك. السؤال الامتحان يجي عليها ازاي؟ تيجي في الامتحان ازاي؟ يجيب لك في الام اس كيو يقول لك مين في دول يوزيفول مفيد بوزيتيف فيدباك؟ الوحيده اللي تختارها البوزيتيف فيدباك اللي عندك في المنهج، الوحيده اللي تختارها اللي هي ديورنج ليبر، يعني اثناء ليبر اللي هو الولاد. تمام كده يا شباب؟ تمام كده حلوين؟ في اي حاجه صعبه؟
كده الهوميوستاسيس اخدناه اهو، الهوميوستاسيس بحافظ على الانترنال انفايرمنت كونستانت، بحافظ على البيئه الداخليه ثابته، يعني بحافظ على الحاجات دي كلها ايه ثابت. وان عندي نيجاتيف فيدباك وبوزيتيف فيدباك، النيجاتيف فيدباك موست كومن، هي المنتشره الاكثر انتشارا، انما البوزيتيف دي ليس كومن، مش منتشر. النيجاتيف قلت دي بتحافظ على الانفايرمنت كونستانت، لو الحاجه قلت هي تزود، طب لو الحاجه زادت الجسم يقلل صح؟ طيب زي في حاله زياده السي او 2 في الدم، الجسم يعمل ايه؟ هايبر فنتيليشن، زياده التنفس، فزياده التنفس تؤدي الى هطرد ووش اوت، هطرد السي او 2، هطرد السي او 2، فالسي او 2 لما طردته يرجع للنورمال. وكذلك المثال بتاع الضغط، وهنا اخذنا البوزيتيف فيدباك واخدنا ان هي معظمها حاجات وحشة، لان لو الحاجة قلت بتقللها اكتر البوزيتيف كده، ولو حاجة زادت بتزودها اكتر، فدي مصيبة، فممكن تؤدي الى حاجة اسمها الديس سايكل وشرحناها. والحاجة الوحيدة لو سألك قالك مين اليوزفول، بتعرف بس كده مين اليوزفول، تعرف ديورينج ليبر اللي هو اثناء الولادة. شكرا يا جماعة، شرحنا درس الهوميوستاسيس، انتظروا طبعا الشرح السريع على الفسيولوجي، وايضا انتظروا اسئله الام سي كيو اللي بنحلها باذن الله على الابلكيشن. شكرا يا شباب، كان معكم الحلقه.